صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. الصيف قرب والامتحانات خلاص بتنتهي في أكتر من مكان. السياحة الداخلية في مصر استعدت جيدا لاستقبال كل الزوار. المؤشرات والأرقام بتقول إن السياحة الداخلية كانت صمام الأمان للحفاظ على الأماكن الخاصة بالسياحة في مصر في ظل أزمات عديدة، يعني في ظل عدم وجود وفود جاية من دول تانية. كانت السياحة الداخلية هي اللي أنقذت ناس كتير يعتمد مصدر دخلهم على هذا الأمر في شرم الشيخ، في الغردقة، في أسوان، في عدد كبير جدا من الأماكن. على صعيد الأسرة المصرية وعلى صعيد المجتمع المصري أيضا الأسر استعدت، في اللي حجز مكان علشان يقدر يروح، البنات الصغيرين والولاد بدأوا يجهزوا المعدات بتاعتهم علشان يروحوا المصيف. في استعدادات بتجرى على قدم وسقف أكتر من مكان على هذا الأمر علشان الناس تبتدي تروح المصيف. التخطيط بالفعل بدأ في هذا الأمر. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، إيه هو المكان اللي زرته مرة واحدة ولسه فاكره ونفسك تزوره مرة تانية؟ المكان ده ربما ممكن ينطبق بطبيعة الحال على أحد الأماكن السياحية الداخلية في مصر، ممكن ينطبق على حاجة من برة، ممكن ينطبق أيضا على مشتى من المشاتي. ولكن بشكل عام أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن يعني الشيء بشيء يذكر، المناسبة دلوقتي هو المصيف. لكن أكيد أكيد في أماكن كتير في ذاكرة حضراتكم يمكن زرتوها مرة واحدة بس وفضل هذا المكان معلق في ذاكرتكم ومصممين تزوروه مرة تانية وتالتة. إيه هو المكان بالنسبة لك يا جمال؟ أنا سيوة، يمكن ده مش الموسم بتاعها لأن سيوة محتاج مشتة بالظبط، يعني محتاج نروحها قبل كده بشوية. لكن أنا سيوة بجد من أحلى الأماكن اللي روحتها، ويمكن مؤخرا الناس ابتدت تروحها إلى حد كبير، لكن الوقت اللي أنا روحت فيه سيوة كان لسه يعني احنا كمصريين، كان في اجانب وقتها كتير موجودين بالمناسبه، بس احنا كمصريين ما كانتش من الوجهات اللي بتبقى دايما موجوده على الخريطه بتاعتنا او في البلان بتاعتنا كده، في الخطه بتاعتنا زي ما بنقول. سيوه فعلا يا مصطفى لما انا روحتها بجد حلوه قوي، وناسها حلوه قوي قوي قوي، وكرمه جدا ولطاف جدا، ودايما بيرحبوا بيك وبيبقوا على قد ما يقدروا عايزين ان هم يساعدوك ومضيافين جدا. حتى بقى الاكل هناك، انت عارف انا بعتز بالاكل جدا، بحب الاكل جدا. الاكل مختلف. لا الاكل حقيقي زي ما احنا كده بنقول عليه بخيره. يعني طعم الحاجه هناك فعلا مختلف. في مكان كده زي اوتيل، او هي قلعه يعني بس معموله اوتيل. قلعه شالي افندم؟ قلعه شالي. قلعه شالي، لا مش شالي. بس انا مش فاكره بالظبط اسمه. بس شالي دي مدينه مفيش مكان فيها ان حد يقعد، يعني كان وقتها كانت لسه يعني كان بيجرى اعاده احيائها مره اخرى. ودي كانت المناسبه اللي احنا كنا موجودين بسببها هناك في سيوه. لكن كان مكان اوتيل من اكتر الفنادق المشهوره جدا هناك، هو كان حتى ده اللي جاي ولي عهد بريطانيا بالظبط، ده اللي سياحه الايكولوجي اللي هو بالملح، معمول بالملح، هو بالملح، مفيش كله كهرباء خالص هناك بالظبط تماما. كل حاجه بالشموع، حتى عشان يبقى، حتى انا سالت هناك طب لو في حد عايز مثلا يشحن تليفونه بيعمل ايه،
في مكان زي لوكر كده او مكان مخصص بره التليفون بنسيبه يتشحن وبعد كده بنرجع ناخده تاني. لكن يعني استمتع برحلتك تماما، ابتعد عن الدنيا، شد الفيشه بالمعنى الحرفي حقيقي فعلا. المكان حلو قوي قوي قوي، حتى الجو نفسه مختلف. يعني لو سيوه طبعا هي يعني حر طبعا، انت واحنا جوه المكان، المكان فعلا حلو، الجو حلو. كان وقتها لما سالت ان الحجر ده او نوع الحجر ده اللي كان بيتبني بيه البيوت هناك ليه خصائص معينه، ان هو يعني الجو لو بما انه حار، المكان بما انه حار بيبقى بيعيش سنوات طويله. بالظبط، بيعيش سنوات طويله، وكمان بيبقى المكان بيبقى رطب، بيبقى الجو اخف شويه، مش بيسحب الحراره يعني. فكان بالنسبه لي من احلى الاماكن اللي زرتها فعلا، حتى الشموع وهي متوزعه في المكان عشان تقدر ان انت تتعامل في المكان ما يبقاش طبعا ضلمه قوي. حلوة قوي الاكل بقى كمان، حاجه ثانيه اتكلم على الاكل، حاجه ثانيه. لا يعني هم ثقافه ثانيه برضه، خلي بالك سيوه يعني هم يعني ثقافه غير الوادي وغير الدلتا وغير بالزبط. بتاع لا مختلفين تماما يعني كده. برضو ثقافه زي ما انت بتقول مختلفه، حتى يمكن عاداتهم وتقاليدهم كمان مختلف. فيها اختلاف. انا فاكره كان في هناك اللي كلته وانا فاكره كويس جدا، كان حاجه زي فطيره كده بالسبانخ والجبنه، السبانخ الورق. ايوه يعني حاجة تانية. لا يعني انا بجد الكلام ده كان مثلا من سنتين ونص تقريبا، انا لحد النهارده فاكره طعمها. الفراخ كانت معموله بطريقه كده ان هي مدفونه وليها طريقه في حتى في التملحها في كل حاجه، يعني مش شبه اي حاجه ممكن تكون كلتها في حياتك. او انا عن نفسي اتكلم عن تجربتي، صحيح. انا مش شبه اي حاجه جربتها في حياتي، فكان فعلا حلوه قوي. حتى يمكن العيون اللي هناك، الصحراء لما جربنا نعمل سفاري، وبالفعل طلعنا من صباح الخير يا مصر، كان في فقره عن السفاري اللي كانت في سيوه، سفاري الرمال، يعني حلوه حلاوه. انا كنت اتمنى ان انا اقدر اروح تاني، وحقيقي بفكر يعني انه الشتاء الجاي ان شاء الله بفكر اروح. هم كمان عندهم قبيلتين، قبيله الشرقيين وقبيله الغربيين، دول بيلبسوا الجلباب الابيض على السديري والغطاء راس كده، ده احمر وده اسود. كان بينهم زمان لو تفتكري، قعدت انا برضو في سيوه وعملت شويه شغل كده، كان بينهم زي ما انت تقولي كده معارك او كده، وبعد كده اتصافوا وبقوا حبايب ويعني تصاهروا من بعض. لا سيوه حكايه تانية خالص، حلوه قوي 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 يعني. حكايه تانية خالص، انصحكم فعلا تحطوها كده زي ما بنقول على ضمن الوجهات السياحيه في الليست بتاعتنا يعني. الشتاء ان شاء الله كده في الشتاء تروحوها. وبالمناسبه هي رخيصه جدا، مش مكلفه تماما، هي صحيح بعيده شويه لكن حقيقه تستاهل. لا ومع الطرق دلوقتي بقت افضل يعني، انت عندك طريق الساحل اختلف تماما، هتقدر من مطروح تنزل بسرعه اكيد يعني، مع جوده الطرق بالذات بالنسبه لسكان يعني ساحل المتوسط اللي من دمياط رشيد اسكندريه، ده بالنسبه له اقرب. لا واحنا في الطريق بالفعل الكلام ده زي ما بقول لك كان من سنتين وشويه، واحنا في الطريق بالفعل الطريق اصلا كان بيحصل فيه اصلاحات. أيوة. وكان تقريبا نص الطريق كمان كان خلصان يعني. ايوه ايوه فبجد هي حلوه. وبعدين هي دايما بيبقى فيه اماكن بعيده برضو يعني، احنا بنتكلم في حاجات بعيده. هي الفكره مش بتكلم في ان الطريق متعب او لا. أيوة. طريق بعيد صحيح يعني، بس هو بيحتاج بس ان احنا نصبر شويه. انت بقى ايه؟ انا غرب سهيل في النوبة. الله. من اجمل الاماكن اللي بحبها، ويمكن مش هقول رحتها مره واحده، انا رحتها اكتر من مره، ولو جه كل شتاء هروحها. وانا مخطط بالمناسبه ان التقاعد يكون هناك. ده عامل خطه. الناس جميله جدا طبعا. اول حاجه انت ضغطك ما بيترفعش، ما حدش بيضايقك، الناس حلوه حلاوه، الالوان عظيمه. صحيح. اللي هم اربع الوان بتوع النوبه، اللي هم الازرق والاخضر والاصفر والاحمر، بيتعمل بيهم كل حاجه يعني. صحيح. مزيج من كل حاجه، سواء ورده سواء الوان ورا بعض سواء يترسم بيهم حاجه، هم اربع الوان طبعا على خلفيه بيضاء. الاكل مختلف تماما. بمناسبه الاكل انا اكلت هناك حاجه اسمها الكشيد، ده كان كشيد عباره عن ايه؟ كان فراخ مع بطاطس بس بتتبيله مختلفه خالص يعني. شوفي احنا بنتكلم عن الزعتر، هم عندهم حاجه اسمها زعتر نوبي مثلا، عندهم اكلات تانية خالص غيرنا يعني. هم برضو بتقدري تقولي ثقافه مختلفه، وفي نفس الوقت بيحبوك جدا، ما بيزعلوكش، ناس طيبه جدا طبعا يعني. انا شهادتي مجروحه في اهل النوبه، اهل النوبه كل طبعاً. المصريين بيعشقوهم، بس للاسف المكان ده للاسف الشديد ما ينفعش تروحه غير في الشتاء يعني، درجه الحراره بتوصل ل 50 و 60 في الصيف. فانا لو كان بايدي اروحه صيف وشتاء يعني، انا افتكر كويس جدا منظر وانا بفتح البلكونه، المراكب في النيل عامله ازاي، النيل اصلا عرضه عامل ازاي، الجزر النيليه هناك حاجه تانية غيرنا خالص. احنا للاسف الشديد جزر النيليه عندنا في القاهره بقت جزر اسمنتيه، انت مش شايف حاجه من الابراج ومن الشوارع، لكن هناك الجزيره لسه بكر
فيها زرع وفيها حاجات، فيها قوارب. الحياة البدائية الجميلة هي اللي بتعمل طعمة في أسوان. أتمنى أنكم برضو تضعوا غرب سهيل أو النوبة بشكل عام أو أسوان على أجندتكم السياحية. بالتأكيد السؤال بتاعنا النهاردة مرتبط عن ذكريات حصلت لحضراتكم. أنتوا المكان اللي علم معاكم، اللي رحتوه مرة وعايزين تروحوه مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة، أكيد السؤال ده مرتبط جوه كل واحد فيكم بذكرى معينة، صحيح؟ صحيح طبعاً، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة عليكم جميعاً. صباح الخير يا مصر. صباح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا لمياء، قولي لنا بقى إيه المكان اللي أنت زرتيه ونفسك تزوريه مرة تانية؟ الفيوم، وبالتحديد وادي النزلة. أنا كنت بالصدفة بصور حاجة هناك، لأنه الفيوم فيها حقول كده وزراعات النباتات العطرية، وإحنا متصدرين قوي في العالم في النباتات العطرية دي. وبالصدفة صاحب الأرض اللي صورنا معاه كان قال لي لازم تعدي على وادي النزلة ولازم تشوفيه، لأنه فعلا تحسي أن أنت يعني في فيلم عربي قديم. وودونا وادي النزلة وشفت المكان عامل ازاي. يعني المفروض ان القرية دي اكتر قرية في المحافظة كلها منخفضة عن الارض 30 متر تقريبا، عشان كده سموها النزلة. عشان كده سموها النزلة. واللي هناك على فكرة تصور فيلم البوسطاجي ودعاء الكروان للفنانة فاتن حمامة، ونزلت النزلة بتاعتها دي. يعني بصي تحسي فعلا ان انت فيلم عربي قديم. وشفت هناك كمان متحف حاطين فيه في الوادي المشاهد للفيلم البوسطاجي والفيلم فاتن حمامة، حلوة قوي. وتشوفي كمان الناس وهي عمالة بتعمل الفخار، وطبعا على فكرة هناك عائلات كتيرة قوي بتشتغل في الفخار، والمفروض ان احنا برضو المكان ده من اشهر الاماكن في مصر وفي العالم بيعمل فخار، وبيساعدوكي تعالي اعملي وتشوفي الزراعات وتشوفي يعني زي في منحدرات كده وسهول طول الطريق وانت نازلة فيها، زرع حواليكي ووردة حواليكي، وطبعا النيل قدامك، يعني منظر بديع وهادي. بحيرة قارون بقى وهادي. ما هي بتوصل الفرع ده، او معرفش يعني هو ده مصرف زراعي او حاجة، بيوصل لبحيرة قارون. فمكان بديع جدا ورايق جدا وهادي، اللي عايز يروق باله ممكن يروح يقعد هناك الحقيقه بالساعات. مكان حلو قوي، يعني انصح ناس كتيره قوي تروح هناك لو حابه انها تستجم وتشوف حاجه حلوه. صحيح. بصبح عليكم وبصبح على مشاهدينا مره تانية، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله مروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي لما الناس بدات تنزل. هنبدا طبعا من محافظه القاهره، بدات طبعا الكثافات تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه، ونبدا من الكورنيش اللي هنلاقي عليه كثافات مروريه متقطعه، وده من المظلات وباتجاه وسط البلد. اما الكورنيش المتجه للمؤسسه فيه سيوله مروريه لحد دلوقتي. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي عليه كثافات مروريه متقطعه لحد غمره، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه وبتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي، وتاني لكوبري اكتوبر بسبب طبعا زياده احمال السيارات. نفس الموضوع من ميدان التحرير ومتجه لمدينة نصر ومحور النصر وصولا لمنطقة المنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. إذا تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد الملك نفق الملك الصالح اللي بيشهد عليه كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ولو فضلنا مكملين لحد كوبري الروضة هناك برضو بعض الكثافات المرورية. نفق الأزهر في انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. دلوقتي هنروح لمحافظة الجيزة ونبدأ من شارع الهرم، طبعا في كثافات مرورية وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات في شارع السودان ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وكمان ميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، لكن لو رحنا للمحور أو محور صفت في كثافات بتزيد مع الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاية من الدائري متجه من دائري المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل إنه يسلك محور الفريق كمال عامر، وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور.
لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في سيولة مرورية للي قادم من أكتوبر، وده بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية، وده طبعا بعد الانتهاء من التوسعات. اللي قادم من أكتوبر وفي اتجاهه الدائري مازال الطريق مغلق، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه ل 26 محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. لو رحنا لمحافظة القليوبية القادم من الزراعة تظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق، وده لمنع أي ظهور ازدحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة، وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري دلوقتي. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول كورنيش النيل في منطقة المظلات ومكملة لحد ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور، وده لمتابعة الحركة المرورية. أما اللي قادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر أو مصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر له طريق طويل قوي. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي بيكون فيها أعمال يعني بيكون فيها كثافات بسيطة. دلوقتي هنروح لبورسعيد وهنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات، وده نتيجة معتادة لساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر مثلا اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطرح البحر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية المعتادة طبعا في الصباح. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية في كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وكمان في فرص لأمطار خفيفة وده على السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. وكالعادة بنبدأ مع حضراتكم أولى فقرتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، وأكد سيادته اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر، وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مقترحات مشروع تطوير الهويه البصريه للطريق الدائري بدايه من مطلع الطريق الدائري من الاوتوستراد ووصولا الى الطريق السياحي، وذلك في اطار التجهيزات الخاصه بافتتاح المتحف المصري الكبير، باعتبار ان هذا الطريق او الطريق الدائري هو احد الطرق الرئيسيه للوصول الى هذا المتحف العالمي. تفاصيل واخبار ثانيه في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر، وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات. امبارح توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد مسجد مصر اللي بيعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107 ألاف مصلي، وكمان تفقد مدينة الفنون والثقافة. امبارح غادر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان القاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، وبعث برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لسيادة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة.
امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري بداية من مطلع الدائري من الأوتوستراد وصولاً للطريق السياحي ومستجدات ما توصلت ليه الجامعتان المكلفتان بهذا المشروع، وده في إطار التجهيزات الخاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير لكون الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وقال رئيس الوزراء إن الهدف من الاجتماع هو الاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة ووجود احتياطي آمن بها، وأكد إنه بيتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية. بالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح فقد تم تنفيذ 2500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في محافظة أسوان. في محافظة المنيا تم إجراء مسح ميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال وصولا إلى سن 5 سنوات. كمان امبارح في المحافظات تم افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين في جامعة الإسكندرية، وفي بني سويف تم تنظيم قافلة طبية أجرت الكشف على 1528 حالة وتوفير العلاج ليهم بالمجان. تفاصيل وأخبار تانية من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. أحداث كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من شمال سيناء اللي بدأت التجهيز للاستزراع السمكي في أم شيحان، ونفذ فريق عمل متخصص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية زيارة علمية بحثية لمزرعة أم شيحان السمكية ومنطقة سد الروافعة استعداداً لتوفير كميات الزريعة والأعلاف اللازمة لبدء الاستزراع. في أسيوط تم رصف الطريق الموازي للطريق السريع لتخفيف الزحام وتيسيراً على المواطنين، وتم الرصف بدءاً من كوبري مراد ولحد كوبري المجموعة جنوباً استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع. في أسوان تم تنظيم فعاليات الحملة التوعوية لطرق الأبواب بعنوان بلدي أمانة، وده في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية حوالي أكثر من 12,000 مواطن. في جنوب سيناء تم افتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اللي بيعد أول مبنى ذكي وبيئي لكونه صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة. في المنيا نظمت مديرية الصحة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنين بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للاطمئنان على تلقي جميع الأطفال لكافة جرعات الطعوم الروتينية. في جامعة الإسكندرية تم افتتاح مركز النشر العلمي المتميز بالجامعة اللي بيستهدف تأسيس جيل من الباحثين على دراية بقواعد وأسس النشر العلمي وخلق الوعي لدى الباحثين بحقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية، فضلاً عن مد الجامعة بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة. في بني سويف تم تنفيذ قافلة طبية بقرية طما فيوم مركز أهناسيا، وتم الكشف على 1528 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. دلوقتي جه ميعادنا مع تعليقات ومشاركات حضراتكم على سؤال الحلقه. خليني افكركم مره ثانيه بالسؤال. السؤال هو ايه المكان اللي زرته مره ونفسك تكرر الزياره تاني؟ خلينا نبدا ب استاذ محمد سبته بيقول صباح الخير على كل المصريين، انا محمد من العريش وحابب ازور الاسكندريه. ثروت عدلي صباح الخير على حضراتكم. المكان اللي نفسي ازوره مره ثانيه هي الاسماعيليه. طبعا الاسماعيليه بلد جميله طبعا. يقول علشان جيشي كان هناك وكانت احلى ايام هناك واحلى مدينه. الكلام ده كان سنه 83 وما زالت اسماعيليه جميله على فكره. طبعا في كمان دعاء امير بتقول نهاركم سعيد. سوهاج اول مره اروحها وكانت جميله جدا ومريحه للاعصاب وهاديه، وكمان منها انسانه بتعز عليا اخت بالظبط، ربنا يبارك فيها ويخللها بنتها حبيبه عمته. عاطف طف مش عارف ايه تقريبا يعني، المهم استاذ عاطف بيقول صباح الخير عليكم محافظه الجيزه، المكان اللي زرته اتمنى ازوره مره ثانيه هو جبل الكريستال في الصحراء البيضاء بمنطقه الفرافره، مكان بتتوافر فيه راحه النفس والروح والعقل. دعوه للسياحه الداخليه من خلال برنامجكم صباح الخير مصر. الوايت ديزرت
من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر. دي حقيقة. حاجة عظيمة وتحفة فنية. للأسف الشديد كل الرواد بتوعها أجانب، المصريين لسه مش عارفين المكان ده، مكان من أجمل الأماكن بالفعل يا زمان. صحيح. في كمان عبد السلام رمضان بيقول اسكندرية، بيحدد يعني كمان التوقيت، اسكندرية في يناير محطة الرمل. هو زي يعني ذكر فندق معين، طبعا مش هينفع نقول اسمه بس، لكن يعني بس هو راح اخر مره او راح المكان ده سنه 2000، كانت رحله البكالوريوس. ايوه. التوب فان لصفحتنا ميار خالد، صباح الفل عليكم. قريه تونس في الفيوم. طبعا. الكلام عظيم. الفيوم جميله زي ما يمكن زميلتنا لباء حمدين اتكلمت عليها، ومن اجمل الاماكن السوائي بقى، وبحيره قارون فعلا مكان برضو يعني نتمنى ان احنا نعيد اكشافه مره ثانيه. لا حلو جدا طبعا، وفي كمان انشطه كتير قوي ممكن تتعمل هناك. أي. في كمان فتحي شيخون بيصبح علينا وبيقول صباح الذكريات، وانا في الصف السادس الابتدائي سنه 1971 قمنا برحله الهرم الاكبر. أي. وصعدنا الى مقبره خوفو، وكل الاحاسيس بالعظمه لصاحب الهرم ما زالت تخالجني، وكلما تذكرت ايام الدراسه والمذاكره اتمنى اعاده الرحله، ولكن ظروف الحياه لا تسمح. للأسف الشديد نتمنى لك ترجع تاني يا أستاذ فتحي. محمد أبو هلال بيتفق معايا يعني، وبيقول أفضل مكان في مصر هو أسوان، الناس هناك جميلة جدا. بالمناسبة هي دي أحلى حاجة يعني، أنت أنا أصلا رايح عشان الناس يعني، هو الناس فعلا هناك جميلة قوي. أجمل حاجة أنت مستريح، محدش بيضايقك، عايز حاجة بتلاقيها، محدش بيشد معاك، الناس حتى مع بعضها جميلة. حاسس إن المكان نفسه مهدي أعصابهم يعني، مخليهم هم هادين. هي دي مفيش الصراعات بتاعت المدينة. الناس هناك جميلة جدا، كل حاجة فيها حلوة، النيل، الهواء، الأكل، نفسي أروحها تاني مليون مرة. أما أفضل مكان في العالم كله هو زيارة بيت الله الحرام، ولسه فاكر أول مرة شفت فيها الكعبة ودموعي كانت نازلة بتغسلني من جوه. ربنا يحقق لك أمنيتك على مستوى الكعبة أو على مستوى أسوان. في كمان فرحات عبد السلام، أنا فرحات من سيوة، صباح الخير عليك وعلى كل أهل سيوة. بيقول مكان اللي زرته مرة واحدة والأقصر وأسوان، ونفسي أزورهم مرة تانية. بيتفق معاك يعني برضو مصطفى. جميلة طبعا أسوان، ما حدش يقدر يقول أي حاجة عليها، لما أسوان دي حتة تانية. أبو الفتوح أبو الشيخ الهواري بيقول الغردقة من أجمل الأماكن اللي روحتها، وكنت ساكن جنب البحر من حوالي 30 سنة وأتمنى أرجع لها تاني. في جمال مختار عبد المولى بيقول انا بن سوهاج، تحياتي صباح الخير على حضرتك. انا مولود في بورسعيد، بحبها جدا، ولكن الاسكندريه لا يعلى عليها صيفا ولا الاقصر شتاء. علا سويلم بتقول سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن طبعا احنا بنتكلم في مالديف مصر يعني، احنا كل الساحل الشمالي وصولا من العلمين ومطروح، الميه الفيروزيه اللون اللي مش موجود في حته تانية هو بتاعنا هناك. في أبو حبيب رمضان الحاوي بيصبح علينا وبيقول أهم مكان وأحلى مكان ليه الإسكندرية، 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 الإسكندرية. أجدع ناس. حمادة زكي الصياد بيقول صباح الخير عليكم، أنا زرت البحر الأحمر، أو زرت في البحر الأحمر جبل الزبرجد في منتصف البحر الأحمر، في المسافة الواقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية من حوالي 20 سنة، نفسي أروح هناك تاني بجد، موت على توصل. لا احنا هنسرش على المكان ده ونشوف. كمان ابو رحمه احمد العبيدي بيقول الغردقه والاسكندريه من اجمل الاماكن ونفسي اروحهم تاني. طبعا ناس كتير ذاكره يعني فنادق، احنا يعني مش عايزين نزعل حد، بس بشكل عام في رمزي عبد الوهاب بيقول الفيوم، انا من ابو حمص البحيره، بحب الفيوم عشان البيض البلدي واللحم والسمنه البلدي والسوائي والريان وعين السلين. الفيوم بلد جميلة وحلوة وممتعة وناسها من أطيب الناس طبعا ولا كلمة. طيب لسه في كمان مشاركات تانية من حضراتكم، ولسه مستنيين كمان تعليقات أكتر، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، إنما مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل على باقي الأنحاء. وفي النهاردة نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.
كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وفرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أنه فصل الربيع فلكيان بينتهي يوم 22 اللي هو كان امبارح. لا، هو فصل الربيع إن شاء الله متوقع أن هو يبتدي ينتهي 20 يونيو ويبدأ فصل الصيف 21 يونيو إن شاء الله. لكن احنا في تقلبات الربيع اللي هي ارتفاع وانخفاض في الحرارة، الأتربة والرمال والمصار اللي بتحصل دايما في الجو، لكن احنا مكملين اليوم في الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. فالعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أنها تكون 34 درجة مئوية. المناطق الجنوبية هي أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وتوصل العظمى على محافظات جنوب الصعيد ل 42 درجة مئوية خلال فترة النهار. عشان كده خلال فترات النهار احنا احساسنا بالطقس هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأيضا بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية. طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار. تبقى بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية هي اللي درجات حرارتها نقدر نقول حول المعدلات ومعتدلة، منخفضة نوعا ما عن باقي مناطق الجمهورية، وأجواءها بتكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا درجات الحرارة بتنخفض بشكل كبير وملحوظ فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، لكن الصغرى فترة الليل بدأت تتحسن طبعا عن الأسابيع الماضية، وبدأنا نسجل درجات حرارة بتتجاوز إلى 20 درجة مئوية خلال فترات الليل. فبدأنا نحس بالتحسن في درجات الحرارة فترة الليل، والأجواء أصبحت أجواء معتدلة على أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الأجواء عليها أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل. يعني نقدر نفهم أن التباين الكبير في أول فصل الربيع بدأ يقل شوية، يعني نتجه للاستقرار في درجات الحرارة سواء الصبح أو بالليل. نوعا ما ايوه، البروده اللي احنا كنا بنحس بيها خلال فترات الليل بدات تختفي الحمد لله في اغلب مناطق الجمهوريه، بدات درجات الحراره فتره الليل ترتفع، فمش هنلاقي الفرق في فتره النهار حار جدا وفترات الليل برد جدا، الحمد لله الفرق ده خلاص يعني انتهى. ومناطق من السواحل الشماليه الغربيه هي اللي ممكن يكون فيها بروده فترات الليل، بس برضو الفرق مش هيكون كبير. لكن الاتربه والرياح المحمله بالرمال والاتربه مكمله معانا شويه، صح كده؟ يعني فرص استقرارها طبعا مكمله معانا على مدار الشهر ده، ويمكن لحد انتهاء فصل الربيع يبقى في فرص للاتربه والرمال المصاره. يمكن احنا اول امس كان في اتربه ورمال مصاره واستمرت معانا حتى صباح امس، الحمد لله اليوم وحتى نهايه هذا الاسبوع يعني حتى يوم الخميس القادم مش هيبقى في اتربه ورمال مصاره. وارد تاني تتكرر معانا في مناطق من غرب البلاد يوم الجمعه والسبت الجايين الاتربه والرمال المصاره. في تكرار لفرص الأتربة والرمال المصارعة على مدار الأيام المقبلة إن شاء الله باختلاف الأيام طبعا. وكمان في فرص الأمطار، خلينا نوه عن فرص الأمطار لأن فرص الأمطار موجودة معنا على مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله باختلاف المناطق طبعا. في المناطق الجنوبية أكتر بصورة أكتر، يعني المناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد فرص أمطار خفيفة وقد تكون رعدية، بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بعض المناطق من جنوب سيناء، المناطق دي كلها معرضه لفرص امطار خفيفه قد تكون رعديه، سواحلنا الشماليه الغربيه فرص امطار خفيفه، لكن مجمل الامطار غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ومتوقع ان هو يكمل معانا باختلاف المناطق طبعا حتى نهايه الاسبوع. كمان ارتفاع درجات الحراره هو مكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله، العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 32 ل 34 درجه مئويه، وخلاص الاجواء دي اللي نبدا نتعود عليها اللي هي الاجواء الحاره فتره النهار، ان درجات الحراره خلاص بدات ترتفع فتره النهار وبدات تعتدل فترات الليل. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 34 والصغرى 21، العاصمه الاداريه 34 20، اسكندريه 27 18، العلمين الجديده 26 18، مطروح 24 19، دمياط 29 19، بورسعيد 30 20، الاسماعيليه 33 20، السويس 32 21، العريش 30 18، كاترين 30 11،
طابة 32-20، حلايب 31-24، وشلاتين 32-23، شرم الشيخ 36-23، والغردقة 36-23. هنروح للفيوم العظمى فيها 35 وصورة 22، بني سويف 35-22، الوادي الجديد 39-23، أسيوط 36-23، سوهاج 38-23، قنا 40-24، الأقصر 41-23، وأسوان العظمى فيها 42 والصغرى 25. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى وجمالا نكمل معهم باقي فقراتنا. نشكرك يا لمي، شكرا جزيلا. شكرا لك. دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وأيضا نتابع أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. وبتتمثل محاور الاجتماع في استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، كمان عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية. النهاردة هيستأنف ملتقى شبهات وردود بالجامع الأزهر الشريف فعالياته الأسبوعية، وده بعد توقفه طوال شهر رمضان الماضي، وهيتناول في أولى حلقاته تفنيد شبهة انتشار الإسلام بالسيف. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي أسوان مع البنك الأهلي الساعة 7 المغرب، والساعة 9:30 هيلتقي الأهلي مع إمبي وفاركو مع سموحة. صباح الخير يا مصر. عمل حوار مع البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، تعتبر أكبر جامعة حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش زيارته الاستثنائية لأول مرة لمصر ضمن مساعي جامعة الجلالة للتعاون مع الجامعات الدولية المتميزة. صباح الخير، برحب بكم. جامعة ولاية أريزونا الأمريكية تعتبر من أكبر الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومصنفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، ده غير أنها حصلت على لقب الجامعة الأولى في مجال الابتكار لمدة 7 سنوات متتالية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. والنهاردة من داخل جامعة الجلالة الأهلية يسعدنا أن يكون لنا اللقاء الخاص ده مع البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا. بروفيسور مايكل، احنا سعداء ان يكون لنا اللقاء ده معاك على شاشة برنامج صباح الخير يا مصر. وفي البداية لو كلمتنا عن تفاصيل وجدول زيارتك لمصر. نحن نهتم بجامعة الجلالة وهي الجامعة الشريكة لنا. اقضي بعض الوقت في مصر في مجال التعليم العالي ومستقبل التنمية الاقتصادية، وكذلك ابحث في بعض المشاريع التي لدينا هنا من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. دي الزيارة الاولى ليك لجامعة الجلالة الأهلية. لو تكلمنا عن شكل التعاون اللي بيتم بين جامعة ولاية أريزونا الأمريكية وجامعة الجلالة. جامعة الجلالة هي فكرة جامعية جديدة تصدر نوعا جديدا من الجامعات في الولايات المتحدة، ونحن نتشارك حول كيفية تسريع الابتكار وكيفية تعليم المزيد من الطلاب من شريحة عريضة من العائلات، وكيفية تسريع الأنشطة البحثية بحيث تكون الشراكة هي شراكة شاملة بين جامعة ولاية أريزونا والجلالة، حيث نستغل كل ما لدينا ونعمل معا ونتعلم معا ونحقق الأهداف. بروفيسور مايكل، من خلال زيارتك لمصر، كيف ينظر المجتمع الأكاديمي الأمريكي لتطور مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؟ مصر دولة تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة، حيث ينظر إليها على أنها حليف للولايات المتحدة، وينظر إليها على أنها دولة ذات إمكانات لا تصدق، وفيها التزام عميق بالعلوم والطب والفنون والثقافة والتاريخ وكل هذه الأشياء. أعتقد أننا متحمسون لهذه الشراكات الموسعة الجديدة والإيجابية. نحتاج إلى معرفة كيف يمكننا العمل معا وكيف يمكننا الحصول على مزيد من الحركة ذهابا وإيابا بين الجامعات. وشخصيا بروفيسور مايكل، هل توقعت أنك تشوف كل هذا التطور داخل منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر؟ مصر تتطور بسرعة، القاهرة الجديدة والجامعات الجديدة التي يتم بناؤها،
ومراكز البحث الجديدة والاقتصاد الجديد الذي يجرى بناؤه هو أمر مثير للغاية. لذلك كان من المدهش سرعة التغيير وحجم التغيير ومستوى البناء لا يصدق. مصر بتتبنى استراتيجية لدعم التحول الرقمي في الجامعات، فمن وجهة نظرك إيه هو مفهوم الجامعة الذكية؟ الجامعة الذكية هي الجامعة التي يوجد فيها ابتكار مستمر يعزز الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويعزز الطريقة التي يمكن أن تنجح بها الشركات. الجامعة الذكية هي الجامعة التي تستخدم التقنيات لبناء نتائج أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة لتعزيز نتائج التعلم وتسريعها، وهذه هي النتائج التي نحتاج إليها حقاً. الموائمة بين التعليم العالي وسوق العمل جزء هام، فإزاي ممكن نحقق ده؟ هناك شيء واحد يجب أن يستمر فيما يتعلق بسوق العمل، وهو أن هناك عدد كافي من الأشخاص للقيام بكل العمل الذي يجب القيام به، ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق يمكن من خلالها وضع أنظمة التصنيع والبرمجة وحل المشكلات والتسويق وسلسلة التوريد بطريقة لا تحدث أي فرق بالنسبة للمكان الذي تعيش فيه. إذا كنت في الإسكندرية أو في القاهرة أو في الأردن أو في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، فالجميع متصلون وقادرون على العمل معا، وحيث يمكنك العمل أكثر على المستوى الفردي. وما نسعى إليه الآن هو بناء شبكة اقتصادية يمكن للمتعلمين من خلالها تعزيز نتائجهم الاقتصادية، وهذا ما سيكون ممكناً الآن. الموائمة بين التعليم العالي وسوق العمل جزء هام، فإزاي ممكن نحقق ده؟ البحث العلمي والمعرفة العلمية تتسارع بسرعة، فمصر على سبيل المثال يمكن أن تكون واحدة من الأماكن الرئيسية لالتقاط الكربون من الغلاف الجوي، ويمكن أن تكون واحدة من الأماكن الرئيسية لإنتاج الهيدروجين باستخدام ضوء الشمس كوقود لإنتاج الهيدروجين من الماء. يمكن لمصر بناء اقتصاد جديد بالكامل حول الفوتونات باستخدام الفوتونات وأنظمة أخرى لإنتاج مواد كيميائية جديدة وكل أنواع الأشياء المتقدمة. هذه الأشياء لم تكن ممكنة قبل 10 سنوات، ولكنها أصبحت الآن ممكنة. بروفيسور مايكل، إيه اللي بيحتاجه التعليم الجامعي في هذه الفترة من التطور التكنولوجي والتقني اللي بيحصل في مختلف أنحاء العالم، وكمان مع انتشار فكرة الذكاء الاصطناعي؟ إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، فهو أداة تسمح للشخص بالتسريع وتوسيع نطاق تعلمه، وبالتالي إذا تم استخدامه بشكل صحيح فإن ما يفعله هو معادل كبير، بحيث يمكن للبلدان في جميع أنحاء العالم والاقتصادات الناشئة مثل مصر الآن استخدام الذكاء الاصطناعي للتحرك في مناطق جديدة وتوسيع حدود الاقتصاد وبدء مجالات اقتصادية جديدة مثل إنشاء شركات تطوير البرمجيات وشركات التكنولوجيا الحيوية. كل شيء يمكن القيام به الآن باستخدام هذه الأنظمة، وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي يعتبر معادل ضخم. في النهاية بشكرك بروفيسور مايكل على وقتك وعلى وجودك معنا. مشاهدينا، ده كان لقائنا مع البروفيسور مايكل كرو، وهو رئيس جامعة ولاية أريزونا، في خلال زيارته الاستثنائية لجامعة الجلالة الأهلية في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين. بشكركم على المتابعة. ما زالت متابعتنا مستمرة في صباح الخير يا مصر على جلسات الحوار الوطني، وأهم ما يميز هذه الجلسات أن بيشارك فيها عدد كبير من الخبراء والباحثين في عدد كبير من المجالات، علشان يكون النقاش موضوعي ويكون مبني على حقائق من كل الزوايا. تعالوا نتابع لقاء عقد مع الباحثة رحمة حسن. رحمة حسن هي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحلل فيه وتترصد فيه الجوانب المختلفة للحوار الوطني في مصر. هو فكرة ان احنا نعمل حوار وطني من الاساس، او ان احنا نسمع كافة الجهات المعنية او الفئات المعنية بقطاع السياحة، دي خطوة مهمة. ان احنا الدولة لسه بتسمع وبتسمع المقترحات والاراء المختلفة. كمان لما تطلع من نص نوع السياحة، فاكيد النتيجة هتطلع يمكن تطبيقها على ارض الواقع. احنا بالنسبه لنا كمركز مصري، احنا كنا قايمين على دراسه متعلقه بالاستثمار السياحي، وان احنا ازاي مصر بتمتلك ايه دلوقتي، وايه المأمول ان احنا عايزين نوصل له، وايه الخطه الاستثماريه اللي احنا المفروض نوصل لها عشان نوصل نحقق الاستراتيجيه العامه للدوله اللي هي 30 مليون سايح. فقسمنا الدراسه بتاعتنا لعدد من النقاط، الطاقه الفندقيه او البنيه التحتيه، وكذلك الطيران. كمان قدمنا بعض المقترحات
الخطوات الخاصة بالبنية التشريعية. وجود أعضاء من مجلس النواب في الحوار النهاردة دي خطوة مهمة إن هم يبتدوا إن هم كمان يساعدونا في فكرة التعديل التشريعي لقطاع السياحة، خاصة إن هي قوانين تم إصدارها حديثا لكنها تحتاج لتعديلات بعض المواد أو إضافة بعض مواد أخرى متعلقة بالسياحة، وفي بعض القوانين القديمة زي قانون تنظيم الشركات السياحية، فده من القوانين اللي محتاجة فعلا يتم العمل عليها، وإضافة أجزاء جديدة خاصة بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية والتقنيات الخضراء، ودي التوجه العالمي وتوجه منظمة السياحة العالمية اللي بتقول عليه. واعتقد ان احنا لقينا ده تجاوب من الساده الحضور، ان في فعلا ترحيب بكثير من المقترحات، وكذلك فكره عمل منصات متخصصه بالعلاقه بالاستثمار السياحي والحوافز اللي بتقدمها الدوله للاستثمار السياحي، وان احنا ازاي نتوسع في اعطاء الشهادات الذهبيه للعديد من القطاعات لو احنا عايزين نزود فعلا النمط او المنتج السياحي ونجذب اسواق جديده. فدي كان من ضمن الاهداف. وطبعا احنا محور اقتصادي، فمش هينفع ان احنا وسياحه، فمش هينفع ان احنا نبقى حاضرين في محور اقتصادي وما نتكلمش عن السياسات الماليه، وان خاصه سعر الصرف وتغير سعر الصرف دي من العوامل المؤثره فعلا على قطاع السياحه. بالظبط. فبرضه كان في بعض من المقترحات ان احنا ازاي نستغل سعر الصرف وان احنا نقدر نجذب مستثمرين اجانب، وان احنا نزود نسبه الاستثمار السياحي الأجنبي. هو بالفعل زاد تقريبا كان 9% في 2019-2020، فإحنا عايزين نزود لأن مصر تمتلك أكتر ومصر عندها الإمكانيات. مصر هتقدر تعمل ده في الخطة الجديدة، خاصة إن إحنا لاقيين إن في صدر رحب إن هو يتقبل الأفكار. شكرا لحضرتك. في نفس السياق مستمرين في رصد فعاليات الحوار الوطني وعلى هامش جلسات الحوار الوطني، معانا لقاء مع النائب دكتور علي بدر حزب مستقبل وطن. الحقيقة أنا كنت من المتحدثين في لجنة الوصاية على المال، وهذا الأمر بيمثل إشكالية موجودة في المجتمع المصري فيما يخص في أموال القاصر. والحقيقة كان النهاردة كان بدور معظم الجلسة حول انتقال الوصاية على المال من الأب إلى الجد الأب في حالة وفاة الأب. والحقيقة ده لقينا فيه معاناة كبيرة جدا من الأم في كيفية إدارة أموال القاصر عن طريق الجد بأب. كان فيه مطالبات كبيرة جدا بأن يتم في مشروع القانون الجديد انتقال الوصايا بعد وفاة الأب إلى الأم مباشرة. إلى جانب كان فيه مطالبات حول إنشاء صندوق لاستثمار أموال القاصر. تعلم سيادتك ان بيتم ايداع اموال القاصر في النيابه الحزبيه وبيتم صرفها للقاصر عند بلوغ سن الرشد وهو 21 سنه، فبتبقى القيمه السوقيه او القيمه الماليه للمبالغ بتبقى يعني للاسف ما بقتش بحجم السوق او بحجم التطور اللي بيشهده العالم او بيشهده الزمن. فكان في مطالبات بانشاء صندوق يتم الاشراف عليه من الجهات القضائيه المعنيه من أجل استثمار أموال القاصر. أيضا كان في مطالبات بتيسير الإجراءات في شأن التقدم لطلب بعض المبالغ المالية في حالة تعرض الأسرة لأي مشكلات سواء في الحوادث أو في بعض العمليات الجراحية. أيضا كان في هناك بضرورة ألا يكون لجوء الوصي على القاصر إلى النيابة الحزبية ثم الحصول على موافقة أو الحصول على حكم قضائي من أجل صرف بعض المبالغ. كان هناك طلب أن يكون هناك تحول رقمي أيضا في معظم محاكم الأسرة أو نيابة الأسرة من أجل سهولة الإجراءات على الوصي أو على القاصر. أقارب الساعة بتشير إلى 8 صباحا بتوقيت القاهرة، وده موعد موجز الأنباء اللي هيأتيكم الآن بصحبة زميلتنا لمياء حمدان. يا لمياء صباح الخير. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبزيارة رسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر، حيث جاء خلال لقاء الرئيس السيسي بسلطان عمان قبل انتهاء زيارته ومغادرته البلاد، حيث أكد الرئيس السيسي والسلطان هيثم الحرص المتبادل على مواصلة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين. هذا وقد تفقد سلطان عمان مسجد مصر ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تنطلق اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث تعقد 4 جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا لجنة الصناعة وجلستان لمناقشة قضايا لجان الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وكانت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي قد ناقشت الأسبوع الماضي القضايا الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية، وتضمنت قضية برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة، بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى قضية صياغة الخريطة السياسية لمصر ووسائل الجذب السياحي. استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقية أكينومي أديسينا على هامش الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقية في شرم الشيخ. وتشهد الاجتماعات حضورا رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة ونحو 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية. وتأتي الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة من الناحية الاقتصادية. دخل اتفاق الهدنة المؤقت في السودان حيز تنفيذ، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني أن عموم البلاد تشهد استقرارا في الموقف العملياتي عدا اشتباكات متفرقة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن الجيش اشتبك مع مجموعة من قوات الدعم السريع في شارع الغابة وكبدها خسائر كبيرة ودمر واستولى على عدد من العربات المسلحة. وأضاف الجيش أنه وجه ضربات للدعم السريع بعدة مواقع بالخرطوم وبحر وأم درمان نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وسقوط عشرات القتلى والجرحى. كشف حاكم مقاطعة بلغورد الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن مسيرات أوكرانية ضربت عدة مناطق في بلغورد دون وقوع إصابات. تأتي تلك التطورات بعد إعلان السلطات الروسية في وقت سابق أن مجموعة مسلحة دخلت المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، ما دفعها إلى إعلان نظام لمكافحة الإرهاب وإجلاء المدنيين في محاولة لصد هذه الهجمات. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بلغورد تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدا عن خسارة أوكرانيا لمدينة بخموت. أخفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية والبالغ 31.4 تريليون دولار. وقال مكارثي للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في البيت الأبيض إنه ليس هناك اتفاق بعد، مشيرا إلى أن مفاوضي الجانبين سيواصلون المشاورات، ولم يعد أمام الجانبين سوى 10 أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية، وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات. أعلنت وزارة الزراعة الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق بجانب الإنتاج المحلي استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بتنوع مناشئ الاستيراد وإطلاق المشروعات القومية، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية. كما أكدت الوزارة اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف، مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة. رياضيا، فاز المصري البورسعيدي على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الممتاز. وفي نفس الجولة حقق الداخلي تعادلا ثمينا مع ضيفه الزمالك بهدف لمثله. وأحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 21، وأحرز هدف التعادل سمير فكري في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، بينما أهدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ركلة جزاء عند الدقيقة 75.
مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة من أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح أيضا أن العاصمة الإدارية شهدت مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واللي حققت نجاح كبير جدا مع إطلاقها بالتزامن مع مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، ووصل عدد المشروعات المقدمة لعدد كبير جدا الحقيقة حوالي 6000 مشروع. يعني إحنا سعداء إن إحنا بنشوف نتائج لكوب 27، ولما بسمع كلمة المشروعات الخضراء الذكية أكيد يعني بيجي في خيالنا حاجات كتير جدا، يعني هنعمل إيه مع هذه المشروعات اللي هتفيد البيئة وفي نفس الوقت هتكون مشروعات ذكية. خلينا نقول إن النهاردة هنعرف إيه اللي تحقق خلال المرحلة الأولى من هذه المسابقة، إيه اللي بتستهدفه أيضا خلال المرحلة الثانية. خلينا نقول برضو إن إحنا خلال هذا الحوار هنستعرض تجربة من تجارب نجاح 2 من المشروعات اللي فازوا بجوائز هذه المبادرة. رحبوا معنا الأول بضيوفنا السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. أهلا بحضرتك السفير. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الأستاذ عطاء جاد الكريم مؤسس مشروعات بنك المخلفات المصري. أهلا بحضرتك عطاء. ومعنا أيضا الأستاذ ماجد الحلفاوي مؤسس مشروع اكبسني الفائز بفئة المشروعات الصغيرة حياة كريمة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك كلكم منورينا. أهلا. أعتقد جهد كبير محتاج طبعا يعني إيه نتعرف يعني فيه بالبداية يعني بنعمل إيه في المشروعات الخضراء الذكية. هو أولا دي مبادرة مصر قدمتها برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار من رئيس الوزراء تحت إشراف معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد. كان الفكرة وراها الناس بتسأل في كوب 27 الاستفادة ايه اللي عايدة على المواطن العادي؟ ماذا يعني كوب 27 او كوب 28 بالنسبة للمرأة المصرية في صعيد مصر او في اسكندرية او للشاب وكذا؟ فالفكرة كانت، وكان الدكتور محمود محي الدين اطلق الفكرة، ان احنا نطرح مبادرة الجميع ممكن يستفيد منها المواطن العادي. الحكومة عندها مشروعات خضراء وذكية، عندها مشروعات بيئية وكذا، لكن الفكرة مش الحكومة، الفكرة ان نشجع المواطن العادي يبدأ بال حاجتين المهمين للقرن 21. ذكية يعني تكنولوجي باختصار، خضرة يعني بيستفيد من المخلفات، بيقلل الطاقة، طاقة متجددة، طاقة رياح، طاقة شمسية. فلازم أمبريلا تجمع كل ده، أمبريلا تجمع الاثنين، الرجلين اللي نقدر تمشي بيها أي مشروع في المستقبل. فطرحت المبادرة في كل أنحاء مصر. كل اللي على المواطن اللي بيسمعنا لغاية دلوقتي بدأنا المرحلة الثانية من المبادرة عشان ناخد المشروعات دي كوب 28 في دبي، ان يتقدم على لينك ويكتب في 6 فئات. لو هي مراه في فئه للمراه في ضوء اهتمام طبعا الدوله بالمراه، والسنه اللي فاتت جالنا 1000 مشروع من المراه، مشروعات صغيره، مشروعات متوسطه، مشروعات كبيره، مشروعات ستارت ابس شركات ناشئه، ومشروعات غير هادفه للربح. تحط هي او حط اسمه، حط اسم المحافظه واسم المشروع، 3 اسطر. المشروع بيهدف إليه باختصار، ثم يحط الأثر بتاعه، يعني يملي فورمات ويبعته كله إلكترونيك، مفيش ورق، مفيش يروح المحافظة، مفيش يروح أي حاجة، يعمله كل ده. وزي ما سيادتك تفضلت جمين هانم تفضلت في العرض، جالنا السنة فاتت 6300 مشروع تم تنقيتهم، اختاروا 162 مشروع على المستوى الوطني. دكتور مصطفى منبولي رئيس وزراء كرمهم في مؤتمر في المنارة وعرضناهم للمستثمرين والأمم المتحدة والمؤسسة المالية والدولية. تم اختيار منهم 18 اللي هم معانا 2 منهم النهاردة، وال 18 دول تم اديهم، حضرتك سألتني عملتوا ايه بيهم، يعني اخدوا جوائز مالية. طبعا الجوائز المالية الأولى 750,000 جنيه، الثانية 500,000 جنيه، الثالثة 250,000 جنيه، ثم تم تكريمهم على مستوى المحافظة المستوى الوطني، ثم دعيناهم في كوب يستعرضوا مشروعاتهم في شرم الشيخ، والمبادرة استضافتهم وعرضوا في الجرين زون وفي البلو زون، وفي نفس الوقت المشروعات اللي هم قدموها قدرت من خلال المؤسسات المالية والأمم المتحدة إنها عملها أبجريدنج.
يعني طبعا اللي بيكتب المشروع مش بالضرورة انه بيبقى كاتبها بطريقة فنية انها تروح بيها للبنك او للمستثمر، لازم تتعمل لها ابجريدنج، كتب لها بطريقة فنية. فده حصل كل واحد في الاخر حصل ايه؟ ان 6 من المشروعات دول البنك الاوروبي لإعادة تعمير الـ EBRD تبنى 6 مشروعات. البنك الدولي بيشتغل مع مشروعين، الفاو منظمة الأغذية العالمية شغالة مع مشروعين، هايل منظمة المرأة اليو ان ون منظمة الأمم المتحدة المرأة شغالة مع 3 مشروعات بتوع المرأة. فأصبح النهاردة إن المشروعات دي بدأت تترجم إلى أعمال وإلى، وبعض المشروعات الحمد لله بدأت من ملايين قليلة بقت دلوقتي يعني 3-4 مليون دولار إلى 50-60 مليون دولار. بعض المشروعات لسه بتلاقي طريقها، بتشوف مستثمرين، وعملنا شراكات ذكية. يعني الفكرة أحد النتائج الإيجابية للمبادرة إن بقى لأول مرة في مصر عندنا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية. فسيادتك أي مستثمر يجي يقول لمصر أنتوا بتتكلموا عن البيئة ومشروعات البيئية، طب هم فين المشروعات دي؟ عزم. أقول له اتفضل يا فندم، 6300 مشروع. مش بس كده، عندنا مابينج، خريطة هم فين، لان انا مستثمر، انا مهتم بالصعيد، انا مهتم بشمال سيناء، انا مهتم موجودين فين. مفيش مركزيه للمشروعات يعني موزعه، بس حضرتك بتقول انه 6000 اكتر من 6000 مشروع، ولو جه مستثمر سال عليهم هنستعرض هذه المشروعات، بس ال 6000 مشروع بالفعل تم العمل عليهم؟ ال 6000 مشروع اللي تقدموا للمبادره طبعا اللي هم لبوا المعايير كان من ال 6000 2200، لكن في كل، انا بعتبر ان 6300 دول فائزين. ليه؟ انا تملي بقول في المؤتمرات، يعني بستخدم التعبير المصري العادي كده، ان كل فوله ولها كيال، ان وفي ناس يعني 18 فازوا، لكن جالي مستثمرين قالوا اشكرك يا فندم انا مش عايز ال 18، انا عايز نمره 162. في الافكار المسجله ضمن المبادره، هي حضرتك مش افكار، ودي نقطة مهمة، ودي النقطة اللي عايزين نوضحها للسادة المشاهدين. هو في أفكار أكاديمية وحاجات زي كده، أهلا وسهلا، بس مش الباب بتاعنا. هي الكلمة السحرية هي قابلة للتنفيذ، مشروع قابل للتنفيذ، يوفر حلول مصرية لتحديات البيئة. كل الناس اللي معانا وال 18 دول وفروا حلول. يعني أنا أحب أقول لك كنماذج على المرأة، لأن هم هيتكلموا عن نفسهم. أقول لك 3 نماذج، 2 قدموهم كنا في امبارح في المؤتمر بيعرضوهم. الامرأة من اسكندرية اللي فازت بالجائزة الأولى أخذت بقايا النفايات بتاع الكمبيوترز والتليفونز، كل النفايات بتاعة الحاجات الإلكترونية، وعملت منها مكن كاترز، حاجات بتفيد. المكنة بتباع ب 80,000 جنيه، هي بتباعها ب 20,000 جنيه، أخذت من النفايات. فوين مكسب للبيئة ومكسب لها ومكسب للمجتمع؟ طب نسأل أستاذ يعني عطا، أعتقد إن هو يعني أكيد الفكرة قريبة من كده. أستاذ عطاء جادل كريم، أهلا بحضرتك، مؤسس فكرة بنك المخلفات المصري. الاسم جميل، بنك المخلفات المصري، بتعملوا إيه؟ بتستهدفوا إزاي؟ البنك ده يعني بنك أفكار ولا بنك فلوس ولا طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. عطاء جادل كريم، أهلا وسهلا، مؤسس بنك المخلفات المصري، بناء على رحلة ميدانية في العمل في إدارة المخلفات في صعيد مصر من 2012. جميل. اخترنا ان احنا نشتغل بالتوازي او تعاقديا مع الدولة. كنا رخصنا تشمل جمع ونقل ومعالجة ونفايات طبية. من 2012 عملنا اول مصنع خاص للمعالجة في غرب مدينة جنة، كان 2017، وللأسف خسرناه بخطة دولة يعني سلمنا بيها، كانت مدينة جنة الجديدة، غرب مدينة جنة الجديدة، وده مشروع ممتاز. بعدها خدنا مصنع محافظة الأقصر، وده كان مصنع متوقف ليه 15 سنة، عملنا إعادة هيكلة ليه أو إعادة تشغيل ليه، واشتغلنا عليه من 2017 من 2018 وصولا لكورونا. اشتغلنا لحد كورونا، كان عائدنا ومردودنا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا وسلوكيا في محافظة الأقصر ناجح جدا لحد ما اصطدمنا بكورونا. من بعد كورونا حقيقة واجهنا مشكلات احنا والمشرفين على المنظومة، كان أدعى وكان شرط وكان لازم ان احنا نتوصل لطرق بديلة لإدارة المخلفات.
ازاي ما ازاي في يوم من الايام ما يبقاش في فجوه تمويل اداره مخلفات في مصر، ازاي في يوم من الايام تتحول المشكله لمورد يبقى مصدر مخلفات هو اللي بيسعى ان يبقى في اسلوبه في تداول يكسب منها او يبقى مقتنع بشكل تام ان هذا الاسلوب مربح بالنسبه له سواء صحيا او بيئيا او ماديا، وده الاول يعني. فكان لازم نشوف بدايل عن المنظومه اللي انهارت معانا في كورونا، المصانع اللي كانت نعتمد عليها في الوقود البديل ما بتاخدش مننا، طيب انا معتمد على حجم توريدات الوقود البديل، فلما حصل كورونا والازمه الماليه وسلاسل الامداد انهارت تقريبا، اما ينهار هذا الاستثمار اللي هو الاستثمار في المخلفات والاستثمار البيئي في مصر ودي نماذج يا دوب لسه، او نكمل. فعشان نكمل لازم نشتغل احنا كشركات بشكل مباشر مع المصدر ومع الافراد العاملين خارج المنظومه الحكوميه، ولازم يبقى في مظله الكترونيه تشمل كل اداره المخلفات. وبناء عليه عملتوا ايه؟ وبناء عليه عملنا منصه بنك المخلفات المصري. تمام. منصه بنك المخلفات المصري هي منصه الكترونيه سريعه سهله بتتوح كل خدمات اداره المخلفات سواء للمستخدم او العامل اللي هو عامل جمع المخلفات او العامل الموازي ليه اللي هو عامل سريح شراء المخلفات او المخازن المسؤوله على تجميع المخلفات او المصانع والصناعات الحرفيه اللي بتستخدم المخلفات كمواد اوليه للصناعه، مصانع المعالجه والوقود البديل اللي بتعتمد عليه مصانع الاسمنت في مصر. هو ده هم دي الاطراف، اطراف بنك المخلفات، واهم ما فيهم المستخدم الاول وهو الحلقه الاولى هو مصدر المخلفات، الوحده السكنيه، المنزل، الاسره، المنشاه، المطعم، الكافيه، الوحده الحيازه الزراعيه، المزرعة الحيوانية. احنا اغنى بلد لو استفدنا من مخلفاتنا وحولناها المورد، احنا بنطلع 500 ألف طن مخلفات في اليوم بين بلدية وزراعية وحيوانية وصناعية، احنا لو حولناها وعرفنا نربطها بشكل صحيح بشمولية في مصر كلها هنكون حل من حلول الكرة الأرضية بإذن الله. بكل تأكيد. طب خلينا ننتقل لأستاذ ماجد مؤسس مشروع إكبسني، يعني الاسم لوحده يعني يحمسنا ان احنا نعرف المشروع ده معني بايه او عباره عن ايه. وكبسنا كلنا. طيب هو الموضوع بكل بساطه انا يعني موضوعي ابسط شويه من الاستاذ عطاء. لا بالعكس، هي الفكره كلها كفكره كانت بسيطه لكن في تنفيذها يعني هقول لحضراتكم دلوقتي واجهنا تعقيدات عامله ازاي في الديزاين. الموضوع كله بكل بساطة ان احنا انا وزميل ليا كنا فكرنا ان احنا نعمل عربية تتحط جواها مكبس لنقل البلاستيك لكبس البلاستيك اسف، بس الفكرة كلها انها هتمر على النباشين في الشارع، النباشين اللي حضراتكم اكيد شفتوهم في يوم من الايام ماشيين بالتريسيكل بيلم البلاستيك من الزباله وبيحطها في الجونيا اللي وراه، بلاستيك او الكنز او واتف بالظبط. وبالتالي احنا دلوقتي يعني فكرنا ان احنا ازاي نستفيد بقى من الموضوع ده بطريقه اخرى. هو اقصى حموله ممكن يشيلها التريسيكل لا تتعدى ال 40 كيلو، من 30 ل 40 كيلو. احنا دلوقتي المكبس اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي دوت ممكن لو انا بتكلم على العربيه مع مختلف احجامها، لو انا هتكلم في العربيه اللي هي شبه الدبابه او التمنايه الصغيره ديت تشيل من حوالي 6 تريسيكلات، حموله 6 تريسيكلات. العربيه الكبيره ممكن توصل لغايه اكتر من 10 عربيات او 8 عربيات من العربيات الدبابه تشيلها العربيه الكبيره من الحموله بتاعه البلاستيك. علمنا بعض من النباشين ان هم يعملوا الفرز او الفرز للمنتجات ديت من المنبع، يعني هو بيلم هو مقسم التريسيكل بتاعه، حته هيحط فيها بلاستيك، حته هيحط فيها صفيح، حته هيحط فيها كرتون وهكذا. فكرنا كمان ان احنا ازاي نخلي دول بس الحاجات، ما بتعملش حاجات ثانيه، يعني ما بتاخدش مخلفات عضويه، ما بتاخدش مخلفات لا 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 لا، هم الثلاثه دول باخد الثلاثه دول ورق او كرتون صفيح او حديد او كده. لا مش حديد، كنز كنز وكرتون وبلاستيك تمام تمام. الفكره في الموضوع كمان ان احنا المكبس دوت فكرنا ازاي ان هو يكون صديق للبيئه، فعملنا فوق سطح العربيه طبعا مع اختلاف برضو حجم العربيات عملنا طاقه شمسيه تولد بعض الكهرباء الكافيه انها تشحن لي البطاريات اللي هتكون جوه اللي هتقدر تشغل المكبس. كمان ان احنا قدرنا ان احنا نربط الكلام ده كمان بالمنظومه الذكيه بتاعت اللي هي
الديجيتال فاينانس اللي هو الفلوس كمان بتاعه النباشين احنا بنديها لهم عن طريق محفظه الكترونيه، مش بديله كاش في ايديه، بشغله في الشمول المالي بالظبط، مفيش كاش تاني. وبالتالي مفيش كاش تاني خلاص كل الدوله تغيير ثقافه برضو يعني بشكل او باخر. لا فندم تغيير ثقافه ناحيه الشمول المالي بالظبط. لا وغير كده يعني انت مش عاوزه تبقى في كاش في العربيه، هو مفيش فلوس هيتم تداولها بين الناس، هو على طول كله هيبقى ديجيتال. الفكره بقى قلنا الكلام ده كله بقى احنا عايزين نخليه باسم كاتشي كده، وقت الناس تحب تبقى ماشيه في الشارع شايفه عربيه مكتوب عليها اجبسني تبقى حايزه تعرف ايه اجبسني ده. ففكرنا لا بس اختيار الاسم موفق الحقيقه. هو كان الهدف منه ان هو الناس لما تقرا ايه اجبسني ده، واحنا كاتبين كمان السلوجن، حاطين سلوجن على العربيه، هو بعد كل لسه العربيه ما خرجتش، هقول لكم دلوقتي على المشاكل اللي واجهتنا في العربيه. السلوجن مكتوب عليها دورها ووفرها، لان احنا حاطين الكلام دوت بحيث ان فعلا. ان الشخص اللي هيدي بلاستيك هياخد من وراه كمان عائد مادي، سواء ان احنا قريب برضو ان شاء الله الابلكيشن لما تشتغل، لان في ابلكيشن برضو ما كلمتكوش عليها، يمكن لو جالي دور تاني هتكلم على الابلكيشن. الابلكيشن ديت هتبقى معموله للبيوت، هتبقى معموله للمصانع اللي عندها ويست من البلاستيك. تقدر الابلكيشن تخش على الابلكيشن اسمها كبسني برضو، يا دوبك بتخش الابلكيشن بتدوس على بتدخل الداتا اللي مطلوبه، العربيه بتديك الميعاد اللي هي هتجيلك فيه وبتحاسبك عليه وبتعمل الاجراء بالكامل كله على الابلكيشن، تديك بوينتس بعد كده، وبتديك بوينتس تقدر تعمل بيها بقى. استاذ عطاء كلمني بلغه الارقام، هتكسب ازاي، هتستفيد ازاي، هتدخل الدوله ايه، هتفيد المجتمع بتاعك ازاي بلغه الارقام. ويعني استاذ عطاء معلش خليني استكمل كمان سؤال زميلي عشان تقدر تاخد مساحه اكتر للاجابه. يعني حضرتك بالفعل عندك تجربه في هذا المجال من قبل حتى اطلاق هذه المبادره، ايه اللي خلاك تنتقل بهذه التجربه لمبادره، تروح للمبادره الوطنيه للمشروعات الذكيه؟ السؤالين اجمل من بعض. نبدا بالارقام عشان نوصل للاسباب اللي خلانا نروح للمبادره. احنا ختمنا كان انه مصر غنيه جدا بالمخلفات، هنختار مخلفات كلنا نتفق عليها، احنا مختلفين في حاجات كتير لكن في المتولد من المخلفات في مصر كلنا متفقين ان احنا كوحدات سكنيه سواء في كومباوند كبير او سواء في عشوائيات او سواء في مجتمع ريفي حتى كلنا لنا مخرجات، فاحنا خلاص كده مقتنعين ان في متولد يومي اسمه مصدر متجدد ومتزايد مع زياده الوحدات السكنيه والاسر المصريه والمنشات المتولده يوميا، فبالتالي ده مصدر اساسي موجود على عين كل انا واحد من كل الناس اللي شايفاه. كان حظي ان انا اشتغل واختار المجال ده، انا خريج اداب فلسفه لكن المجال ده في بعد الفجوه اللي حصلت في 2011 بعد الفوضى وهروب الشركات الاجنبيه وتخليها عن مسؤولياتها، المسؤولين في مصر طلبوا شركات وطنيه للعمل في المجال. احنا ما كناش متخصصين، ما كناش خبراء، بس اخترنا ان احنا نبدا ويكون ستارت اب بتاعنا مع رغبه الدوله في دخول الشركات الوطنيه، وبدأنا في بكل ما فيها بتحدياتها بنجاحها بفشلها بحرائقها عشان الجو عندنا والمصانع مش مؤهلة، بالعشوائية اللي شغالة بها المنظومة، بمساعدة أهل الخبرة وأهل العلم، بالمجهود اللي بتعمله الدولة والحملات الميكانيكية. إحنا دولة متحملة كل أعباء تشغيل المخلفات، الدولة هي اللي بتنقل وهي اللي بترفع وهي اللي بتوظف وهي اللي بتعالج وهي تقريبا هي النص اللي بتعالج، فده وما فيش تحصيل حقيقي لرسوم، فبالتالي كمان ما فيش خدمة حقيقية نقدر نقول إن هي بقت أسلوب في البلد. فكان أدعى لينا إن احنا إزاي نعمل خدمة حقيقية عشان ناخد رسوم أو عشان نفرض رسوم عادلة. فمدام المصدر مقتنع إن هو عنده متولد ومقتنع ان هو بيدفع فلوس، مقتنع ان هو لازم يدفع تكلفه التشغيل الارقام. ايوه ما احنا رايحين الارقام، هو بندفع اهو يا دوب. هو بيحب الاستهلال الاستاذ عطاء. اصله بص مشروع حلو، انا حابب يعني خش في الموضوع، الناس فاهمه، اللي بيتابعنا فاهم تمام، يعني مدرك انت بتتكلم في ايه، مش هتقنعه لان هو مقتنع. مش هتطلع خارج مصر. شوف هو يعني في بيقول لك، هو بيقول لي الحاجات دي ما اعرفش، لما بيطلع في التلفزيون في نص مليون مخزن في مصر فيهم خرده مثلا، دول لو اتيحوا اونلاين الناس تبقى عارفه بتشتري ايه وتبادل فيها، ما هو بنك يقدر يكسب منه.
فهو نص يعني مليون مخزن. طيب فعلا نص مليون مخزن فيهم قد ايه مثلا؟ طيب اتفضل. احنا مصر بنطلع تقريبا 50,000 طن هتعمل ايه؟ بالظبط زي ما انت قلت لي بره بالظبط. لو جاي النهارده 5 مليون احنا عندنا 50 هيديله 100% ربح. بالظبط ده اللي انا محتاجه. بالظبط احنا عندنا 50,000 طن مخلفات بلديه في مصر بتتولد يوميا، وده بناء على الاحصاءات الرسميه. المخلفات البلديه دي نوعين، نوع منها مخلفات بلديه عديم القيمه المصدر بيدفع عليه مقابل او بيدفع عليه رسوم الخدمه. الطن منهم بيكلف التشغيل تقريبا 600 جنيه اللي هو بين جمع ونقل ومعالجه وتخلص، بيكلف حاليا 600 جنيه وممكن يزيد. النوع الثاني من المخلفات اللي بيطلع من المصدر هو المخلفات ذات القيمه. المخلفات ذات القيمه اللي هي بنسميها بقى الخرده اللي بيتكلم عليها استاذ ماجد، الكرتون، البلاستيك، كل ما هو صالح لإعادة التدوير أو بيستخدم كمواد أولية للتجارة أو إن هو أسمدة عضوية أو ورق أو 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 أو، ده كله اسمه مواد ذات قيمة اقتصادية لها بورصة أو لها حجم تداول معترف به في مصر. المخازن اللي اتكلم عليها ست السفير دول أقل مخزن فيهم بيتداول يوميا 10,000 جنيه. ده ب 600، التاني بكام؟ الثاني المتوسط بتاعه حاليا 10,000. ليه؟ احنا عندنا الكنز اللي اتكلم عليه الاستاذ ماجد، عندنا الطن حاليا ب 40,000، عندنا الكرتون اللي هو بيتولد منه الاف الاطنان يوميا بترجع للصناعه ثاني، ده تقريبا بيطلع منه اكثر من 15,000 طن ورق وكرتون بترجع يوميا، ده ب 7,000 او 8,000. فمتوسط الحلقه دي مرورا بكل المتيرز. فدور البنك هنا يا فندم عشان نوضح للمشاهدين، دور البنك ان هو بيجمع المخلفات دي موجوده، اللي محتاجها بيقدر يتعامل مع البنك او يتواصل مع البنك الكترونيه. الكترونيه بالظبط كده، بيقدر يتواصل مع البنك. الاثنين، هو اما عايز يبيع بيتواصل مع البنك ويكون عنده المندوب، اقرب مندوب او المندوب اللي يختاره بناء على خطه استرشاديه او على الاسعار الاسترشاديه من البنك، فبالتالي يبيع ويتحول له. تحكي عن المبادره عملت ايه عشان تكتب بعد كده البرايفت القطاع الخاص؟ انا عايزك تو ذا بوينت يعني. تمام. احكي اتكلم عنك يا ريت. طبعا ده شرف كبير اتكلم عن مصر. يلا ده شرف كبير. ده شرف كبير. لما عملنا الابلكيشن ده ما كانش ينفع نشتغل بيه الا تحت مظله الدوله. جهه الولايه الحقيقيه لاداره المخلفات في مصر هي التنميه المحليه ووزاره البيئه والجهات المتداخله معهم. انا عشان اخترت اشتغل مع الدوله صعب ان اطبق منظومه او منصه او اداره جديده للمخلفات بدون الاتفاق مع الدوله. ظهور المبادره بشكل حقيقي انا من 2020 متفقين مع الدوله وبناء عليه. خش في الرقم بقى. احنا دلوقتي انتقلنا من الرقم لفكره انه ليه انتقلنا للمبادره. حضرتك عندك خبره وكان ممكن تبدا لوحدك، تمام، بس قررت ان انت تتواصل مع المبادره. تمام. ليه؟ والمبادره قدمت ايه او ساعدت في ايه؟ بصي، التحول الرقمي وتحول سبل اداره منظومه كبيره بالحجم ده في مصر محتاج توجه دوله. انا طرقت كل الابواب قبل المبادره، انا اتكلمت مع كل المحافظين، مع كل الوزراء. الناس قدروا تفكيره وقدروا ان هم انا بتكلم في موضوع مهم جدا، بس ما حدش قدر يتحمل المسؤوليه. لكن اطلاق المبادره يعني اقسم بالله حاسس جدا انها يعني عرضوها عشان انا اقدم وغيري اكيد في كتير عشان يقدم، عشان ما يبقاش مشروع حبيس الادراج. فكانت فرصه بالنسبه لنا، قدمنا. القائمين عليها فاهمين هم عايزين ايه، واحنا عرفنا نتحاور معاهم احنا عندنا ايه. لحد ما وصلنا لل اتفضل استاذ ماجد. اتفضل. لما بنعمل مشروع بنعمل حاجه اسمها فيزابيليتي ستادي او دراسه جدوى. تمام. بيبقى فيه ارقام، بيبقى فيه مدخلات، بيبقى فيه مخرجات، بيبقى فيه شخص هيكسب، بيبقى فيه كاستمر او عميل هيكسب، يبقى في دوله هتكسب، يبقى في مجتمع هيكسب. كلمني عن مشروعك بلوتر ارقام اختصارا. 1 2 3 4. طيب، هو مبدئيا انا برضو حابب ان انا اوضح ان المبادره حقيقي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، لانها انا ما كنتش في يوم من الايام هفكر ان انا اعمل شركه مثلا يعني. تمام. المبادره خلتني اعمل شركه عشان يبقى في كيان بيتعامل مع الدوله. لما دخلنا في الموضوع دوت عشان نعمل الفيزابيليتي بقى ستادي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها، عشان اقدر اعمل الكلام دوت واطلع منه بنموذج اقدر اشتغل بيه، اضطريت ان انا اتعامل مع الدكاتره المكاتب الاستشاريه اللي هتقدر تعمل لي الديزاين والنوتة الحسابيه والهيكل بتاع كويس. الحاجه، وتقدر تشوف كمان المدخلات والمخرجات وهقدر اطلع ايه من المنتج ده. مع اختلاف العربيات هقول لك الموضوع بكل بساطه صغيره، النباش الصغير اللي هو بيشتري اللي بيلم البلاستيك من الزباله بياخد في الكيلو الواحد
8 جنيه. لو هيلم مثلا ال 40 كيلو بتوعه هيرجع البيت برقم. انا النهارده باجي اقول له والله انا هعمل لك عربيه بدل ما هتشيل ال 40 كيلو هخليك تشيل 200 كيلو. يبقى انا كده زودت دخله. زودت له دخله وكمان قللت الانبعاثات اللي ماشيه في اللي بتطلع من المكنه اللي هو ماشي بيها، لان المكن دلوقتي ما هو ده اللي انا كنت هكلم حضراتكم عليه. الديزاينز اللي احنا شغالين عليها دلوقتي الصغيره هتبقى كلها كهرباء. هايل. سواء كانت العربيه نفسها او المكبس اللي شغال جوه العربيه. وبالتالي مفيش انبعاثات. فدي نمره واحد، نمره اتنين هقلل له كمان تكلفه الوقود الاحفوري اللي هو بيستخدمه. نمره ثلاثه زودت له القدره الانتاجيه بتاعته. نمره اربعه قللت له الكباسيتي بتاعت التخزين. لان انا النهارده العربيه طول ما هو ماشي هي شغاله بتكبس ورا المنتج بتاعه، فبقى عنده مساحه كبيره ان هو يكبس ان هو يشيل منتج اكتر. وبالتالي لو كان هو المكان التريسيكل او البديل التريسيكل ان شاء الله اللي نازل قريب هو ده الـ 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 الحاجه اللي هيجمع فيها البلاستيك، بدل ما كان هيجمع 40 كيلو هيقدر يجمع 200 كيلو ويكبسهم كمان وهو ماشي، بحيث ان هو ممكن كمان يوفر المرحله اللي بعده بتاعه المشرف اللي بيروح يلم منهم الكلام ده، وبعد كده هو يوصل في الاخر لمنتج هيطلع مباشره على مصانع اعاده التدوير. هايل طبعا. والحقيقه وخليني اكد على نقطه حضرتك ذكرتها يا سعاده السفير، انه اللي حابب يشترك ضمن هذه المبادره يقدر زي ما حضرتك قلت عن طريق الويب سايت، وحضرتك يا ريت تقوله لنا عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفينه، يقدر يستعرض فكرته وهذه الافكار بيتم مراجعتها، واللي صالح منها انه ينفذ فعلا وقابل للتنفيذ بيتم حفظه، وايا كان يا اما بيتم التعامل معاه يا اما لو في مستثمر محتاجه او الفكره عجبته بيتم ايضا التعامل معه. مظبوط مظبوط. هو يعني هو الويب سايت sgg.eg، واحنا بنوفر تدريب يعني، واحنا بنتكلم النهارده في القاهره واسوان والمنيا، وامبارح وقبل كده كان في اسكندريه وبورسعيد. الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه الفيزيبيليتي ستادي وازاي الناس بيعملوا بيدولهم للناس هي. فممكن يقدم وياخد التدريب وما يقدمش، او ان هو يعني ما ينجحش، لكن هيكون اخذ قيمه مضافه انه يقدم المشروع ده. وفاضل احنا مدينا كان نهايه مايو، مدينا التقديم الى نهايه يونيو. فالنهارده كل اللي عنده مشروع حتى لو مشروع بسيط يعني، في ست في الفيوم اللي كسبت اسمها الايادي الذهبيه، حاجات بتاعه القش بتاعه النخيل كان بيحرقوها ملهاش اي حاجه مخرج تاني، اخدتها وعملت بيها حاجات، شغلت 200 300 400 ست فقيره عملوا يعملوا حاجات بيبيعوها. فكره التدريب في حد ذاتها يا فندم، انا طبعا عذرا للمقاطعه لكن يعني وللاسف الوقت كان فكره حتى التدريب زي ما حضرتك قلت هي في حد ذاتها مكسب وقيمه مضافه. انا بشكر حضرتك. انا عايز دقيقه من سياده السفير عشان برضه انا حاسس ان حضرتك اتظلمت نهائي. لا لا معلش، دقيقه. انا شايف ان كل المشروعات اللي اتقدمت كلها بتدور حول تدوير المخلفات في اقل من دقيقه. لحظه واحده، عايز انواع مختلفه الكاتيجوريز او الفصائل الخاصه بالمشروعات، عندنا ايه تاني غير تدوير المخلفات؟ 1 2 3 4 عندنا طاقه متجدده زي طاقه شمسيه. تمام. يعني كان في مؤتمر من اسبوع اسمه سولر منى، رحت لقيت في 3 من المشروعات موجودين. واحد من العمل انجازات بيقوم كله على انه بيطلع مياه من الابيار بيستخدم طاقه شمسيه. طاقه شمسيه، طاقه متجدده، طاقه الرياح، ده نوع. البايو دايفرستي، كل حاجات المشروعات اللي هي في مصر، مش بس يعني المخلفات لكن هي طاقه، الطاقه المتجدده، استخدام الطاقه ازاي، واعاده تدوير يعني الحاجات الريسايكلينج كلها قائمه أيه. عليها. لكن هي طبعا كلها بتصب في هذا الامر. يعني هي الفرصه صحيح. بس متاحه صحيح. ان اللي عنده ده اسلوب جديد ليكسب بيه الرزق أيه. مش بس يفكر في البيئه صحيح. يعني هو بيفكر في البيئه لكن هو عنده الاسلوب القديم التقليدي صحيح. عايز تمشي فيه اتفضل. لكن احنا عندنا اهداف واستراتيجيه بنسير عليها زي ما بنتكلم تنميه مستدامه 2030، هذه المبادره بتسير وفق هذه الاستراتيجيه يا فندم. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، ايضا الاستاذ عطاء جاد الكريم مؤسس مشروع بنك المخلفات المصري، والاستاذ ماجد الحلفاوي مؤسس مشروع اكبسني الفائز بفئة المشروعات الصغيرة حياة كريمة. نورتونا الصباح الخير. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. خلينا نروح لفصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر.
نرحب بحضراتكم مره ثانيه. وامبارح كان في ماتشات مهمه في اطار الجوله 29 للدوري المصري الممتاز لكره القدم. نادي الزمالك اتعادل 1-1 مع الداخليه، المصري البورسعيدي فاز على الاتحاد السكندري 2-1. خلينا نتكلم عن ابرز نتائج هذه المباريات وايضا عن الانديه الاوروبيه اللي حسمت لقب الدوري زي نادي نابولي ونادي مانشستر سيتي بصحبتنا الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي في استوديو. صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا استاذ طارق، ودايما ضيف عزيز علينا في استوديو صباح الخير يا مصر. انا اللي ببقى سعيد نتواجد معاكم. شكرا لحضرتك. يعني في البدايه خليني اسالك عن الزمالك والداخليه 1-1. بص، هو الزمالك عنده مشكله لازم يحاول يخلص منها باي طريقه. يعني هو دلوقتي عنده مدير فني جاي على لعيبه هو ما شافهاش زي ما بنقول، وجاي على لعيبه هو ما اختارهاش، وجاي على لعيبه ما يعرفش القدرات بتاعتها ايه، خاصه ان هو ما عندوش لعيبه بتلعب في اكتر من مكان، فبالتالي الراجل مش متفاهم قوي مع الفرقه. ثانيا الجهاز اللي معاه هو ما لحقش لسه برضه. لا هو بصي، اي مدير فني بيبان من عنوانه، من طريقه اختياره للجهاز، من طريقه اختياره للعيبه. حتى لو هو لو جاي على لعيبه هو ما اختارهاش بيبقى عنده قدره ان هو يقدر يتاقلم مع اللعيبه بسرعه. الراجل لما جه ما اختارش الجهاز بتاعه، هو جه على جهاز، فبالتالي هو ما قدرش كمان الجهاز يتواصل معاه بشكل كويس ويقدر يعرفه قدرات اللعيبه دي ايه. يعني اللعيبه دي هل تقدر تحرك منها لاعب يلعب في مكان تاني، عنده قدره انه يؤدي في مركز تاني، عنده قدره بدنيه وقدره ذهنيه انه يقدر ينفذ الطرق اللي هو عايز يعملها او ما يقدرش. فالراجل النهارده بدا يجرب، مش في تدريب، بدا يجرب في ماتشات، فبيتعرض بقى للحالات اللي احنا بنشوفها. النهارده الزمالك اعلى فوز فازه كان 1-0 على اسوان، تلقى هزيمه من الاسماعيلي، ثم امبارح متقدم على الداخليه، والداخليه تقدر ان هي ترجع، والداخليه على فكره كانت تقدر تفوز بالمباراه. فبالتالي المشكله اللي موجوده دلوقتي بين المدير الفني وما بين اللعيبه وبين المدير الفني وما بين الجهاز ده هيفضل مأثر على الزمالك في الفتره الجايه لو ما قدروش يوصلوا لحل وسط ما بينه طريقه شغله او اللي هو عايز يعمله والامكانيات المتاحه والجهاز اللي معاه، لابد ان هو يكون متواصل معاه بشكل جيد ويقول له ان اللاعب ده ما يقدرش يلعب في المركز ده لانه هو قدراته انا جايبه هيلعب دفاع، ما يقدرش يلعب خط نص. طب يعني هو لسه بيقرا الملعب او بيشوف الملعب، تفتكر هو ازاي هيقدر يغير شكل اللعب؟ التحديات اللي ممكن تقابله هيواجه ايه؟ يعني لو انت مكانه هتعمل ايه؟ لا هو لو انا مكانه هستنى فتره طويله جدا، هثبت الفرقه على نظام معين لحد ما ابدا اكتشف اللعيبه اللي تقدر تديني الافكار اللي انا عايزها. تغيير ذهنيه اللاعب المصري او ان انا قدراته نفسها، انا جايب مثلا اللاعب ده يلعب دفاع، ما اجي اقول له العب خط نص مدافع، ممكن ما يقدرش يعمل لي، عنده قدرات معينه، فانا ما اقدرش اغير في الفرقه بعد 3-4 أيام او بدأ 4 ماتشات مثلا، ابدا اغير طريقه اللعب وطريقه اللاعبين وابدا اغير الشكل وابدا اغير المهام. دي كلها بتحتاج منك وقت في التدريب، ما ينفعش تيجي تغير مهام لاعب وتدي له مهام ثانيه الا لما يكون هو ظهر لك في التدريب بشكل كويس ويقدر يؤدي المهام دي زي ما انت عايزها. المدرب عنده مشكله انه عايز يغير كل الفرقه، يلعب حسام عبد المجيد خط نص، يلعب زيزو بدل ما هو جناح يلعبه في القلب، يجيب شيكابالا بدل ما هو بيلعب ناحيه الشمال لا يلعب ناحيه اليمين، عايز حاتم سكر بدل ما هو مدافع لا ده يزيد يبقى جناح كامل. كل التفاصيل دي محتاجه منه وقت، هو مش مدي نفسه. ثانيا ما دام ما اخترتش الجهاز بتاعك، انت جاي على جهاز لابد ان انت توصل لصيغه تفاهم بينك وبين الجهاز، ما ينفعش الجهاز يفكر بشكل وانت تفكر بشكل، فبالتالي اللعيبه كلها مش هتقبل ان يبقى الجهاز بيقول لها حاجه والمدير الفني بيقول لها حاجه والجهاز اقرب للاعيبه من المدير الفني. حاجز اللغه ما بين الاثنين بيخلي الجهاز المصري دايما اسرع في التعليمات عن المدير الفني، فبالتالي انت بتلاقي الزمالك بهذا الشكل اللي هو بيأدي بيه، خاصه انت بتلعب مع فرق، الفرق دي عارفه
ازاي تلعب على الهجمه المرتده وازاي تخترق الدفاعات بتاعتك. عندنا مشكله جامده جدا في كل الفرق المصريه اللي هي مشكله انهاء الهجمه، مشكله انتهاز الفرص، مشكله التركيز قدام المرمى، مشكله ان انت ازاي تستغل عرضيات بشكل كويس، ازاي تقدر ان انت تتمركز بشكل كويس عشان تقدر تجيب الهدف بشكل كويس. فدي كلها بص لو بصيت كده على كل الفرق المصريه عندها ضياع فرص كتير، عندها الفينش بتاعها قدام المرمى ما بيركزش، طريقه التسديد نفسها ما بيركزش فيها، بتلاقي الكره بتطلع احيانا عاليه بتطلع ارتكاب الاخطاء داخل منطقه ال 18 بقى نسبته كتيره جدا بالنسبه للمدافعين. يمكن اقل فرقه ارتكبت اخطاء في منطقه 18 كان النادي الاهلي، ما بيرتكبش قطع الكره بالنسبه له في المنطقه دي بتتقطع بشكل سليم، لكن اغلبيه الفرق تلاقي ضربات جزاء، ضربات قدام ال 18 بيقطع الكره بتهور شويه، بيقطع الكره بعنف شويه. فدي المشكله كلها في الفنيات، الفرق المصريه كلها مش الزمالك بس، كل الفرق بتعاني منها في الدوري المصري. طيب خلينا نروح للمصري بورسعيدي والاتحاد. المصري فاز 2-1 على الاتحاد، وعوده مره اخرى للمصري، برضه المصري فريق كبير يعني وليه قاعده بالزبط. جماهيريه مش بسيطه ابدا، ورجع مره تانية لطريق الانتصارات. ومش هل ده مؤشر ان ميمي عبد الرازق قدر ان هو يحل المشاكل اللي كانت موجوده في الفريق، ولا ايه اللي حصل؟ لا يعني كابتن ميمي مدرب كبير، بس طبيعيا ان انت لو لاحظتي في اي تغيير بيحصل مع مدير فني تاني ماتش على طول بعد هذا التغيير بتبدا الفرقه تعمل نوع من النتائج الايجابيه. ممكن كابتن ميمي بيكون بيلعب على الحاله النفسيه بتاعت اللاعبين، انا عندي لعيبه ممكن يكون التعامل معاها كان بشكل، فانا جيت بغير الشكل ده فبداوا يدوا النتائج اللي انا عايزها. لكن النتيجه نفسها 2-1 مع فرقه كبيره زي الاتحاد، الاتحاد دلوقتي برضه عنده مشاكل استقاله رئيس المجلس والازمه اللي هم موجودين، فده برضه بيأثر على اللعيبه في الملعب. لكن نتيجه قريبه بين الفرقتين نفسهم، هتلاحظي 2-1 كانوا متعادلين مثلا، فالفرقه قدرت تجيب جون تنتهز الفرصه، يعني مش جاب كبير او نتيجه كبيره. موقف الفريقين نفسهم في الجدول الموقف الطبيعي مفيش تغيير فيه، احنا عايزين المصري بدل ما هو يبقى مثلا السادس او يبقى الخامس لا يخش ينافس على الاربعه الكبار. الاتحاد نفسه ده اللي تقدر تقولي المدير الفني جاي هيغير بعد ماتشين ثلاثه مش اول ماتش. الانديه اللي هي زي الاتحاد والمصري وسموحه والفرق ديت محتاجه ان هي تغير من طريقه تفكيرها شويه. انا كل التصريحات اللي ممكن تطلع من اي مدير فني مع بدايه المسابقه انا ما بنافسش، انا عايز ابقى في المنطقه الدافيه. يعني لا ليا دعوه بالدوري ولا ليا دعوه مفيش رؤيه ابعد، عشان كده هتلاقي الدوري نفسه ما فيش مفاجآت كتير. ممكن المفاجآت بتاعه الدوري تحصل بقى زي ما لو بصيتي على ترتيب المسابقه، لكن هو بيبقى السؤال في نادي عندي اللي هو النادي الاهلي ما بيلعبش بقاله فتره طويله جدا لانه مشتبك في افريقيا وكان نصف نهائي وبعدين عنده نهائي فمتاجل له حوالي 7 ماتشات. والفرق اللي تحته كان الفارق نقطه او نقطتين، ومع ذلك تلاقي نفس النادي على قمه الدوري ونفس الفارق موجود اللي هو ما بين بيراميدز وفيوتشر والزمالك، هتلاقي ايه كل الفارق برضو ثابت بقالنا اكتر من يعني الاهلي لعب 21 مباراه هم لعبوا اكتر من كده، لكن الاهلي محتفظ بالقمه، الفارق ما اتحركش. طب ايه السبب؟ وده غريب جدا بقى في فكره المنافسه، ان انا ازاي الفرقه ثابته ما بتلعبش وانا منافس ما اقدرش افوز بعدد الماتشات اللي تخليني رقم واحد، ولغايه الفرقه دي ما تيجي تأدي المباريات المؤجله. ده بيخلي ان كل اللي هو بقى عنصر اللي احنا بنتكلم عليه عنصر التفكير في المنافسه، ازاي اضغط على المنافس بتاعي. الفرق المصريه كلها مع كامل الاحترام والتقدير للمديرين الفنيين بتوعها ما عندهاش الفكره دي، ان انا ازاي افضل مركز اخد اعلى نقط افضل اكسب ماتشات عشان اقدر انزل المنافس ده تحت وابدا انا اخد الجدول منه لغايه ما يرجع. اما يرجع هيبقى تحت ضغط نفسي انا حاطه فيه اللي هو عنده مباريات مؤجله، عنده ضغط ماتشات، عنده هيلعب كل 3 ايام، فبالتالي الفرص بتاعتي طالما انا الاول هتبقى الضغط عليه اكتر. لكن هو في كل الاحوال هو رقم واحد وكان غايب وبرضه رقم واحد، ولما يرجع يلعب مؤجلاته فهيبقى رقم واحد. ده معناه ان
في فرقه بتشتغل كويس جدا بطريقه علميه كويسه جدا، ما فيهاش حاجه اسمها اصل هو محظوظ اصل هو بيلعب على ما فيش كده. هتبصي على جهاز كولر، لو بصيتي على الجهاز اللي معاه كولر مش هتلاقي الا واحد بس مصري اللي هو كابتن سامي قمصان، لكن كل الجهاز متالف معاه مع افكاره هو بيقدر بقى اللي هو بتقول عليها اصل مصطفى اللي هو ايه بيبص، طب بيغير اديله وقت. هو نفسه كولر تعرض للموقف ده، لكن هو ما جه تأقلم مع اللعيبه اللي موجوده، وما جه يختار لعيبه هتتضم، اختار اتنين، الاتنين دول هو جايبهم بمواصفات معينه اللي هو مروان عطيه وخالد عبد الفتاح اللي انا اقدر استفيد بيه من اكتر من مركز. قدرته هو على تغيير مام اللاعبين دي بقى بترجع لشطاره المدير الفني وقدرته على التاقلم مع اللعيبه بتاعته. طب كلمنا عن مباراه المقاولين العرب وطلائع الجيش اللي اتلعبت امبارح، هل الفريقين قدموا مباراه قويه؟ تقييمك ايه للفرقتين؟ ايه العناصر اللي ممكن يعتمدوا عليها من اجل التفوق مستقبلا؟ بص، المقاولين والطلائع من نفس الفرق اللي هي زي ما بنقول كده بترضى بالمنطقه الدافيه. المقاولين كان فرقه معاها مدير فني طبعا كابتن شوقي غريب، وكانت ممكن تطلع تبقى الرابع تبقى الثالث تبقى تنافس، لكن برضو القدرات سواء بالنسبه للاعبين، قدرات بالنسبه للاداره نفسها، والوصول الى فكره ان انت اخرك تبقى طالع نازل زي ما بيقول، بيوصلوا الماتش نفسه بتحس ان اللعيبه ما عندهاش رغبه ان هي تفوز. يعني ايه احنا الاثنين قصاد بعض بنخبط مع بعض. طيب استاذ طارق، احنا كلامنا مستمر بس خلينا نروح لموجز التساعه، موجز طبعا لاهم الانباء مع لميا حمدين، نرجع نكمل كلامنا مع استاذ طارق. اتفضلي لميا. شكرا لك جمانه. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تنطلق اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث تعقد أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا لجان الصناعة وجلستان لمناقشة قضايا لجان الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وكانت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي قد ناقشت الأسبوع الماضي القضايا الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية، وتضمنت قضية برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى قضية صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب السياحية. تتواصل لليوم الثاني فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري. وفي هذا الإطار استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسينا على هامش الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ. وتأتي الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة من الناحية الاقتصادية. دخل اتفاق الهدنة المؤقت في السودان حيز التنفيذ، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني أن عموم البلاد تشهد استقرارا في الموقف العملياتي عدا اشتباكات متفرقة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن الجيش اشتبك مع مجموعة من قوات الدعم السريع في شارع الغابة وكبدها خسائر كبيرة ودمر واستولى على عدد من العربات المسلحة. وأضاف الجيش السوداني أنه وجه ضربات للدعم السريع بعدة مواقع بالخرطوم وبحر وأم درمان نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل إلى الصين في زيارة سيلتقي خلالها بالرئيس شي جين بينغ، وسيوقع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى التحتية والتجارة على الصعيد الميداني. وكشف حاكم مقاطعة بلغورد الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن مسيرات أوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة دون وقوع إصابات. تأتي تلك التطورات بعد إعلان السلطات الروسية في وقت سابق أن مجموعة مسلحة دخلت المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، ما دفعها إلى إعلان نظام لمكافحة الإرهاب وإجلاء المدنيين في محاولة لصد هذه الهجمات.
أخفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي في التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. وقال ماكارثي للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في البيت الأبيض إنه ليس هناك اتفاق بعد، مشيرا إلى أن مفاوضي الجانبين سيواصلون المشاورات، ولم يعد أمام الجانبين سوى 10 أيام فقط للتوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية، وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات. قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافايت سكوير القريب من البيت الأبيض. وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية إنه لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق. وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة. رياضيا، فاز المصري البورسعيدي على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الممتاز. وفي نفس الجولة حقق الداخلية تعادلا ثمينا مع ضيفه الزمالك بهدف لمثله. وأحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 21، وأحرز هدف التعادل سمير فكري في الدقيقة 84 من ضربة الجزاء، بينما أهدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ركلة جزاء عند الدقيقة 75. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود مرة أخرى لجمانة ومصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمى. مرحبا مرة تانية بالأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، وما زال الحديث مستمر حول مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وأيضا المباريات الأوروبية. ربما اتكلمنا من دقائق قليلة قبل الموجز عن مباراة المقاولين العرب وطلائع الجيش، وقلت لحضرتك إن في مباريات بتتلعب يعني بيبقى فيها طابع كده محدش إيه عارف المباراة هتستمر لغاية فين أو في خطه او تكتيك معين. لو نكمل كلامنا قبل ما نخش في مباراه الاهلي، يعني انت هتلاقي الفرقتين بيلعبوا بطرق لعب واحده، هتلاقي الفرقتين بيلعبوا بخطه واحده، الاثنين بيلعبوا على هجمه مرتده، فبالتالي بتلاقي الماتش مقفول، ومهما كان عدد الفرص اللي ظاهره بالنسبه للفرقتين ما حدش بيقدر فيهم يستغلها، فبالتالي انت بتتكلم على الرضا ان احنا الاثنين راضيين نقسم المباراه بينا وبين بعض. حتى المحاولات الهجوميه بين الاثنين ما بتلاقيهاش بالشراسه او بالقوه اللي انت متوقعها منهم، لان الاثنين فكرهم واحد. احنا عندنا المدربين لما بتبدا تلعب بطريقه لعب بتصمم عليها بتفضل هي دي اللي هو ايه نظريه اللي تكسبه العبه. انا الطريقه دي مريحاني، ما بخسرش، اهم حاجه ما اخسرش، ممكن اخد نقطه خاصه لما بنافس. انه حضرتك كلمت عن عقلية أو مايند سيت كده زي ما بيطلق عليها عامة بالنسبة لكل الفرق. لو هنتكلم طيب يعني قبل ما نروح للدوريات الأوروبية، حضرتك لخصت بشكل عام الفكر اللي يمكن الأندية دلوقتي أو الأجهزة الفنية للأندية بتتعامل بيه في الدوري في المباريات بشكل عام. لو هنتكلم على الأهلي وإمبي النهاردة، وكمان هندخل بقى بعدها على الدوريات الأوروبية ومانشستر سيتي طبعا الدوري الإنجليزي. تمام. فخلينا الاول الاهلي وامبي. الاهلي راجع من مباريات مهمه بالنسبه له، يعني راجع من نصف نهائي واصل للنهائي، بيرجع يستعيد الدوري تاني. روح عاليه جدا. يعني بيستعيد الدوري تاني. هو كولر هيبدا يستخدم نظريه تدوير اللاعبين، يعني احنا النهارده ممكن نشوف لعيبه مختفيه بقى لها فتره طويله. ليه؟ لان هو عنده مشكله اجهاد اللعيبه بصفه عامه ومشكله اصابات. ثانيا هو بيحاول ينهي كل الماتشات بالنسبه له بحاله فوز على اساس يوسع الفارق ويحافظ على صداره الدوري. لكن انبي برضو فرقه مش سهله، يعني فرقه بتلعب دفاع كويس جدا، بتلعب هجمات مرتده كويسه جدا، بتحاول تستغل الثغرات اللي موجوده في دفاع الاهلي. لكن لو بصينا على منظومه الدفاع عند الاهلي هتلاقي في اخر مثلا 5 مباريات الاهلي لم يستقبل اهداف في مرماه. 2، تقليل نسبه الاخطاء بالنسبه للمدافعين سواء في التمركز او قطع الكوره
ده ساعد الاهلي على انه يقوي المنظومه الدفاعيه بتاعته. تغيير فكر مثلا محمد هاني، طبعا هو ما عندوش لسه باك شمال الا علي معلول، لكن تغيير فكر محمد هاني وتغيير الشكل بتاعه سواء من ناحيه الهجوم او من ناحيه الدفاع، ده بيخليه مطمن على سرعه الارتداد بالنسبه للهجمات المرتده اللي بيقوم بها الفرق اللي قصاده. الفرق اغلبيتها بتلعب مع الاهلي بنظريه الهجمه المرتده، في حين ان هو لو غير فكره شويه، واعتقد كابتن تامر ده مدرب كبير بالنسبه للانبي، لو غير فكره شويه ان هو ممكن يبدا يهاجم النادي الاهلي هيعمل نوع من الارتباك شويه، لكن هو دايما النادي الاهلي فارض سطوته وفارض هيبته، هو ما بيقعد يراجع الماتشات الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي وقدرة الاهلي على الاختراق حتى في الهجوم وقدرته على الارتداد الدفاعي السريع جدا وعدم ارتكاب اخطاء مؤثرة، دايما بيجي للمدير الفني نوع من ان هو ايه، انا لو قدرت اخطف منه التعادل يبقى كويس جدا، صحيح هايل جدا. لكن الاهلي عنده طموح ان هو ليه المانع ان انا اتصدر اكتر اخد الدوري، ايه المانع ان انا رايح افريقيا نهائي مع الوداد وده نهائي تاريخي بالنسبة للنادي الاهلي، ايه المانع ان انا اخد الاربعة مليون دولار بدل ما اخد 2 مليون دولار استعيد اللقب من الوداد اللي هو مسيطر عليه السنه اللي فاتت واخده من النادي الاهلي. في دوافع كتيره جدا بتخلي النادي الاهلي النهارده يحاول ان هو ينهي المباراه بالفوز. طيب ايه رايك في حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي، وايضا بالنسبه للدوري الاسباني حسم برشلونه لقب الدوري الاسباني قبل اربع جولات على نهايه المسابقه؟ بتنقلنا نقله يا جماعه يعني بس انا بلخص بس الدوريات الاوروبيه. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، مانشستر سيتي السنه اللي فاتت واخد الدوري من ليفربول على نقطه واحده. السنه دي المنافس الرئيسي، وفضلنا لاخر ثلاث ماتشات او اربع ماتشات كل الناس كانت بتقول ارسنال هو اللي هيفوز بالبطوله، فجاه مانشستر سيتي او الارسنال نفسه هو اللي قلب البطوله على نفسه ومانشستر خد البطوله منه. اخر سنه يعني السنه دي الثانيه لمانشستر، السنه الجايه مش هتلاقي مانشستر ياخد الدوري الانجليزي السنه الجايه، هتلاقي في فرقه ثانيه، ممكن يبقى الارسنال، ممكن يبقى تشيلسي، ممكن يبقى يعني ايه، هتلاقي هم سنتين الفرق الاوروبيه بالذات خاصه في الدوري الانجليزي بيبقى سنتين قدرته على انه ياخد البطوله، بعد كده الدنيا بتتغير بالنسبه له. السنه الجايه مانشستر سيتي مش هياخد بطوله الدوري الانجليزي. النهارده كمان هو داخل بينافس على بطولتين، كاس الاتحاد اعتقد مع مانشستر يونايتد، والفرصه الكبيره اللي هو عايش عليها اللي هو حصوله على دوري رابطه الابطال، لكن واقع مع فرقه صعبه جدا انتر ميلان، مش هيسيب مانشستر سيتي يخطف منه هذه البطوله لانه كمان عنده دافع انه 12 سنه ما وصلش للنهائي دوري ابطال اوروبا، 12 سنه وبعيد عن النقطه دي، ففجاه بيرجع فرق بتلاقيه موجود في البطوله، فطبعا هيبقى انجاز بالنسبه له انه ياخد البطوله دي ومن مانشستر سيتي. هيبقى برضو الماتش بينه وبين بعض صعب جدا، خاصه انتر بيلعب بطريقه مختلفة عن ريال مدريد، ريال مدريد في الدفاع ما بيعرفش يقفل المنطقة ال 18 أو منطقة الستة بشكل كويس، يعني دايما بيبقى فيه ثغرات أنت تقدر تروح منها. كمان مانشستر سيتي في ماتشه مع الريال قدر إن هو يوظف هالاند اللي هو الأسطورة بتاعته في مهمة تانية خالص خلاف التهديف، فبدأ ياخد مدافعين يفتح ثغرات للي جايين من الخلف إن هم يحرزوا أهداف، فده هيبقى مع الإنتر صعب جدا إن أنت تقدر تفتح ثغره في دفاعه. كمان الارتداد بتاع الانتر في الهجمات المرتده واستغلال الاندفاع الهجومي بالنسبه لمانشستر سيتي هيبقى صعب قوي على مانشستر ان هو يحاول يجاري الهجمات المرتده اللي عملها الانتر، فصعب جدا ان هو، هي مباراه صعبه لكن الامل عند الانتر اكثر والدافع اكثر كمان من مانشستر سيتي، فبالتالي الصراع ده انت هتلاحظ ان كمان عدد النقاط الفارق ما بينه وما بين الثاني يعني ده 88 ده 81، لكن مين اللي خلى مانشستر سيتي يقدر يحصل على الدوري؟ هو طبعا الارسنال بخسارته اخر مباريات، وده اهمال كبير جدا هو دفع ثمنه لانه كان متصدر الدوري، وده الدراما اللي احنا بنتكلم عليها ان الدوريات الاوروبيه فجاه تلاقي فريق متصدر متصدر، بس صحيح. الدافع بقى مختلف عند مانشستر سيتي خلاف الدوافع صحيح. اللي عندنا دي بتفرق ما بين الفرق، ان انا بفضل مستمر في الضغط صحيح. على زي ما هو الدافع والهدف وتاني طريقه التفكير بالظبط زي طبعا. ما هو ضغط على ليفربول السنه اللي فاتت وفضل ليفربول وخد منه
مباراة بنقطة واحدة وكان نهائي درامي يعني ما بين الفرقتين. أرجو حضرتك جزيل الشكر يعني يا أستاذ طارق رمضان ناقد رياضي دايما نورنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح لفصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر.